أهلا بيكم. النهاردة هنستكمل مع بعض رحلة الصيد الرائعة اللي اتكلمنا عليها في المحاضرة اللي فاتت، وكنا وقفنا عند أدوات الصيد المناسبة اللي حضرتك تروح هتصطاد بيها. قبل ما نبدأ حابب أذكر حضرتك تروح تعمل سبسكرايب للقناة، وياريت ما تبخلوش علينا باللايكات والشير. يلا بينا. وقفنا المرة اللي فاتت بعد ما شرحنا الهدف المراد اصطياده وهو الترايجيمنال نيرف، وتعرفنا على الترايجيمنال نيرف وكافة شيء يتعلق به، هنبتدي نتكلم النهاردة على أدوات الصيد المناسبة بتاعتك. إيه الأرمامنتيريوم اللي حضرتك هتستخدمها علشان أكشوالي تعمل أناثيزيا للبرانشز أوف الترايجيمنال نيرف، وبالتحديد البرانشز اللي ريليتد لي التيث. طبعا من اهم الارمامنتيريوم اللي هتستخدمها علشان تعمل اناسيزيا بالظبط حقنة البنج، دينتال سيرنج. الدينتال سيرنج زي ما انت شايف حضرتك كده بتختلف او ليها خصوصية شوية عن البلاستيك سيرنج اللي بتستخدمها في شتى المجالات الطبية. خلونا مع بعض كده ناخد فكرة على البلاستيك سيرنج في الاول اللي كلنا عارفينها. اي سيرنج في الدنيا الكومبوننتس الاساسية بتاعتها بلانجر، اللي هو بالبلدي كده كباس اللي هضغط بيه الفلويد بتاعي اللي موجود فيه الحقنة. مش بس بلانجر، ده بارلل اللي هو الجزء اللي هيحتويه من الفلويد او الليكويد اللي هحقنه، والنيدل، وطبعا الجزء اللي بيتوصل بيه البلاستيك سيرنج بالنيدل اللي هو اسمه التب. يبقى بلانجر، ودي بلانجر فلانجز لو انت عايز تقول عليها يعني، ودي الفلانجز اللي حضرتك هتقدر تعمل بيها فينجر ريزيستنس، وآدى البارلل، وآدى التدريج اللي بيحدد لك الفوليوم اللي حضرتك هتحقنه، والتب، وآدى البلانجر تب او السيلر اللي هيمنع تدفق السائل في الاتجاه المعاكس ويخرج بره الحقنة. طيب ما تيجي نبص بقى كده على الدينتال سيرنج بتاعتنا. مبدئيا الدينتال سيرنج بتاعتنا في منها انواع، او تقدر تقول بتقسم لكذا حاجة، لكن من اهم الكلاسيفيكيشنز عندي في الدينتال سيرنج هي السيرنج دي اسبيريتد ولا نون اسبيريتد، ودي لها علاقة وطيدة جدا بتخصصنا وبمجالنا اللي هو السيرجيكال فيلد. طبعا انت ممكن تقول، واحد يقول لك والله انا السرنجة اللي في ايديا دي زي البندقية كده، هل بعبي الطلقات بتاعتها من الجنب يعني lateral loaded، ولا بكسرها زي بندقية الصيد كده وبعبيها vertical loaded، هل هي disposable ولا non disposable، whatever ال classifications دي. انا اهم حاجة عندي الدينتال سيرنج اللي هستخدمها aspirated or non aspirated. في البداية كده يعني ايه كلمة aspiration اصلا؟ كلمة aspiration معناها بالظبط يشفط. انا عايز اشفط ليه؟ عشان ببساطة قبل ما احقن اللوكال اناثيستيك دراج او فلويد اللي موجود في الدنتال كارتج، اتأكد بان انا مش موجود جوه بلاد فيسلز، انا برا اي بلاد فيسلز، لاني اي بلاد هيطلع عندي بعد الاسبيريشن ده معناه ان انا هحقن اللوكال اناثيستيك فلويد فين؟ في بلاد فيسلز، وده هيعمل لي حاجة اسمها التوكسيسيتي، ودي واحدة من أشهر الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل عندك أثناء اللوكال أنستيزيا، وهنفرد محاضرة بالتفصيل على الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل لك في اللوكال أنستيزيا، سواء كانت لوكال كومبليكيشنز أو سيستميك كومبليكيشن. طيب تعالوا إن جنرال كده نتعرف على الدينتال سيرنج اللي قدامنا. أي سيرنج في الدنيا زي ما احنا شايفين هتتكون من ثام رينج، ودي اللي هقدر امسك بيها او اضغط بيها اللوكال انستيك فلويد، دي اللي عن طريقها اقدر اعمل الفورس اوف ابليكيشن. ممكن تلاقيها بالمنظر ده رينج، ممكن تلاقيها بالمنظر ده نص رينج، وممكن تلاقيها بالمنظر ده كده خالص مفيش رينج اصلا، تمام؟ وان كان الافضل بانك تلاقيها رينج كده. اشمعنى؟ عشان زي ما هنعرف قدام تمكنك من حركة الاسبيريشن، تقدر تحرك صباعك لورا، وبالتالي تقدر تتحرك بالبلانجر كله لورا، فتقدر تعمل اسبيريشن. يبقى
thumb ring اهو. طيب بعد كده finger grip ممكن تلاقيها بالمنظر ده كده، وممكن تلاقيهم حلقتين كده بالمنظر ده، وممكن تلاقيها بالمنظر ده، وممكن تلاقيها بالمنظر ده كده، وممكن تلاقيها حلقة كاملة والتانية ما فيهاش whatever. الهدف الأساسي من الفينجر جريب هو إن أعمل ريزيستنس عشان وأنا بحقن السيرنج ما تزفلطش مني، ما تروحش في نفس الاتجاه وتعور العيان. بعد كده البارالل، وده الجزء اللي هيتحط فيه الفلويد. فاكرين في البلاستيك سيرنج اهي، ده كان البارالل الجزء اللي فيه الفلويد، فالبارالل هو الجزء اللي هيتحط فيه الفلويد، او تقدر تقول ببساطه الدنتال كارتليج. نيجي لاهم جزء، بلانجر الكباس. في نهايه البلانجر او الكباس او البيستون اهم جزء في الدنتال سيرنج، وهو الهربون. لازم تبص على الهربون. الهربون ده هو ببساطة خطاف. خطاف تلاقيه زي الخطاف كده، تلاقيه ارو سهم، تلاقيه عبارة عن تو تيبس اوف ميتاليك جايين فيس فيرسا عكس بعضيهم. الهدف الاساسي انه اي حاجة تعمل انجيجمنت، تكلبش وتمسك. ليه؟ لان الهربون ده هو اكشوالي الجزء اللي هيدخل في السيليكون رابر، في الجزء الرابر، في الاستوبر، في نهاية الدنتال كارتليج، ويقدر يمسك ويكلبش فيها. وبالتالي لما اجي اشد الورا، يعني اعمل اسبيريشن، كأني بحرك الاستوبر ده الورا، فاقدر اعمل عملية الشفط دي الاسبيريشن. without هربون you cannot do aspiration. علشان كده الافضل بالنسبه لك حتى ايفن اف لو انت جنرال دنتست او جنرال براكتيشنر، تبص على الهربون. انت سواء كنت ماكسيلوفيشال سيرجون او سواء كنت جنرال دنتست، لازم تعمل قصه الاسبيريشن، سبيشالي لو حضرتك جاي تحقن انفيريور الفيلر نيرف بلوك، وده اللي هنعرفه قدام. يبقى من اهم اجزاء الدنتال سيرنج هو مين؟ الهربون. وبعد كده لثريد التب، وده الجزء اللي هتدخل فيه النيدل هب عشان تحقن الفلويد بتاعك. يبقى دي الدنتال سيرنج. حلو قوي. طيب بعد كده بنتكلم على النيدل. النيدل اللي هتركب في الدنتال سيرنج عشان هي ببساطه البوابه اللي هيعدي منها اللوكال انستيك فلويد، بما فيه بقى من دراج وفازو كونستريكتور او لا، يعدي ويدخل فين؟ في التيشوز. فالنيدل هي البوابة المرور او العبور للليكويد او الفلويد للتيشوز. النيدلز برضو عندنا ليها سبيشياليتي شوية عن النيدلز المتاحة للبلاستيك سيرنج. فمثلا لو ان البلاستيك سيرنج النيدلز بتاعتها زي ما احنا شايفين كده، او ممكن تكون كانيولا، لو انا مثلا حابب اني احقن انترا فينوس، تمام، بتبص تلاقيها والكلام ده هيعرفه اكتر، او حضرتك تكون مريت بيه لو انت واقف في المستشفيات واقسام الطوارئ بالذات، هتبص تلاقي الكانيولات او النيدلز بتاخد الوان. فمرة تلاقي مثلا الدكتور يطلب كانيولا، يقول لك كانيولا خضراء وكانيولا صفراء وكانيولا زرقاء، او انك تلاقي فرايتي من الكالرز دي في الكانيولا. اكشوالي الكالرز دي هي كودينج. يعني لو نتذكر كده كدنتست، زي ما كان عندي كالر كود في الفايلز، ابيض واصفر واحمر وازرق واخضر واسود تقريبا كده، لو انا متذكر التدريج بتاع الكالر كودينج في الفايلز، فانا برضو عندي كالر كودينج في الكانيولا. كل لون بيديني الديامتر بتاع الكانيولا اللي بستخدمها. فلو مثلا قلت ان الكانيولا اللي في ايديا لونها اصفر، ده معناه ان الجيج بتاعها 24. ولو قلت ان الكانيولا اللي في ايدي لونها ريد اور اورنج، فده معناه ان الجيج بتاعها 14. و كلمة جيج دي معناها الديامتر اوف ذا نيدل، قطر الـ 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 الوسع اللي جوه النيدل. وحط في دماغك ان زيها كان زي النمبرز بتاع السوتشرز اللي شرحناه في محاضرة الامباكشن، وهي فرصة عشان اقول لحضرتك تروح تتفرج على محاضرة الامباكشن وتتذكرها وتعرف قصة ان كل ما الرقم بيزيد الديامتر بيقل. وما تنساش بقى تعمل لنا هناك برضو لايك وشير. نرجع لمرجعنا، كل ما رقم الجيج بيزيد كل ما الديامتر بيقل.
وبالتالي لو جيت قلت ان النيدل اللي في ايدي 24 جيج والنيدل اللي في ايدي التانية 14 جيج، فتعرف على طول وتلقائي بان الديامتر بتاع ال 14 اكبر من ال 24. ده كان ان جنرال كده للنيدلز المتاحة للبلاستيك سيرنج او ايفن اف الكانيولا. وطبعا بقيت معلومات بقى بانه كل جيج بيحسب لك فيه كمية الفلويد اللي بتعدي من خلاله بير مينت. فلو قلت على سبيل المثال بان اليلو كانيولا اللي هي الجيج بتاعها 24 بتقدر تعدي 13 ملي من الفلويد اللي انت معلقه او اللي بتحقنه بير مينت، هتيجي تبص على الاورنج او الريد اللي الجيج بتاعها 14 بتقدر تعدي 270 ملي بير مينت. يعني تقريبا ازازة المحلول اللي انت معلقها ممكن تخلص في اقل من 4 دقايق. طيب امال بقى النيدل اللي بنستخدمها عندنا في مجال الدنتال والسيرجيكال فيلد، لا ليها خصوصيه برضو بالنسبه لنا. ليه؟ مبدئيا هي جايه كلها متقفله على بعضيها ستيرلايزد، فهتبص تلاقي فيها نيدل جارد وفيها بروتكتيف كاب، وحضرتك ببساطه بتكسر البروتكتيف كاب الاول عشان تبتدي تدخل الجزء ده من النيدل اللي هيركب فين في الدنتال كارتليج، عشان كده مسميينه كارتليج اند اوف ذا نيدل، اللي رايح يتلف ويعشق كويس في الثريدد اند اوف الدنتال سيرنج. اكسلنت. وعندي اهم جزء في النيدل وهو الهب. الهب هو نقطة الاتصال ما بين البلاستيك بارت اوف ذا نيدل والبارت اللي هتحقنه حضرتك فين في السوفت تيشو. ليه الهب هو اهم جزء من النيدل؟ لانه اضعف جزء في النيدل، عشان كده يقول لك never ever insert the needle to the hub، ما تحاولش تدخل النيدل لغاية الهب، لازم تكون شايف جزء من النيدل برا التيشوز، لانه لا قدر الله سهل جدا مع اي jerky movement من البيشنت او even if you الجزء ده يحصل فيه فراكتشر والنيدل تنكسر جوه السوفت تيشو، وساعتها هتبقى قصة كبيرة صدقني انت في غنى عنها. يبقى دي برضو الدنتال نيدل، وبرضو على فكرة هي عندنا كولر كودد، والكودد هنا ليه علاقة مش بس باللينس، ده كمان ممكن يكون بالجيج. يعني مثلا عندك اهو الموف طول النيدل فيها دي الترا شورت بتوصل لتقريبا 8 ملي، ودي ممكن تستخدمها في الانتر ليجامنتري انجكشن او ايفن البالبال انجكشن، وعند 12 ملي اللي هي اللون اللبني و16 الاخضر و21 و25 و35 وانتهاءا بال38. الاطوال عندي يعني غالبا بيكون طول اللي هو بنستخدم ال35 او ال30 والطول اللي هو ال21، تمام كده. لكن انا اللي فارق معايا قوي الجيج. اشهر 3 جيج عندي في مجال الدنتست او الدنتال بصفة عامة هو جيج 25 و27 و30. احنا اتفقنا بانه كل ما الرقم بيقل كل ما الديامتر بيزيد. بالظبط كده، كل ما الرقم بيقل كل ما الديامتر بيزيد. اشهر نوع بيستخدم عندنا في مجال الدنتال فيلد هو ال 27 جيج. اشمعنى؟ هو ببساطة كده زي ما بتقول خير الامور الوسط. ال 30 جيج معناها ان الديامتر قليل جدا، فده بيكون فيها احتمالية الاسبيريشن ضعيفة، فممكن تعمل اسبيريشن يطلع لك نيجاتيف، يعني مفيش حاجة لكن انت اكشوالي جوه بلاد فيسل، لكن نتيجة لضيق الديامتر جدا ممكن اي حاجة even if cell debris تتحشر في النيدل وهي بتعمل penetration من السوفت تيشو. وال 25 جيج الجيج او الديامتر بتاعها كبير جدا. كبير جدا ده معناها بانه سهل جدا ان انت لو قريب حتى من البلاد فيسل ان هي تشفطه هي كمان. عشان كده بنفضل واشهر جيج بيستخدم في مجال الدنتال فيلد هو ال 27 جيج. نيجي بعد كده على الدنتال كارتليج، حرفيا هي اهم مكون واهم واحدة في الارمامنتيريوم. ليه؟ دي الطلقة بتاعتك، خلينا نقولها بالبلدي كده، دي الطلقة بتاعتك، دي اللي هتخدر او هتموت، والموضوع مش هزار. ايفن ايوة حرفيا الدنتال كارتليج سهل بان هي تموت عيان، عشان كده بنقول دي طلقة، يتخدر لو استخدمتها صح يتموت بيها.
الشكل الخارجي للدنتال كارتليج لو بصيت عليه بيتكون من اكشوالي اربع حاجات. سيليكون رابر اللي قدامك دي او ستوبر عبارة عن حتة كاوتشة مطاط موجود في نهاية الدنتال كارتليج، وده اللي بيعمل انجيجمنت في مين؟ في الهربون. فاكر حضرتك بقى الخطاف اللي انا قلت لك عليه بتاع الدنتال سيرنج اللي في نهاية البلانجر؟ فده بيعمل انجيجمنت في الهربون. ولو ركزت حضرتك كده هتلاقيني بقول لك كلمة ستاندرد. ستاندرد يعني حجمها ثابت all over the world. يبقى اول فانكشن للستوبر او للسيليكون رابر ان هي تعمل انجيجمنت في الهربون، وبالتالي اقدر من خلالها اعمل حتة الايه؟ الاسبيريشن. اكسلنت. طب ليه ستاندرد؟ ليه ثابته all over the world؟ ببساطة تقدر من خلال السيليكون رابر دي تعرف الفوليوم اوف انجكتد انستيزيا. يا سلام، مقدار الانستيزيا اللي انا حقنتها قد ايه؟ تقدر تعرف الكلام ده من السيليكون رابر. ليه؟ لان السيليكون رابر دي لو افترضنا بان هي حجمها كده وتحركت حركة واحدة، يعني انا بضغط هنا كده وراحت متحركة كده وراحت جاية هنا كده، كده اتحركت مقدار حركتها 1 2، صح كده؟ اهو المسافة دي تاخد 2 سيليكون رابر. الحركتين دول معناهم كل حركة من السيليكون رابر زي ما بنقولها كده في التكست بوك just a little less than 0.2 millimeter، يعني بالتقريب كأن كل حركة بتتحركها السيليكون رابر انا حقنت 0.2 من الدنتال كارتليج. وبالتالي لو انا مثلا بمقدار ما بتحكمه بعينيك وتوزنها كده اتحركت يعني تقريبا 5 حركات منها، يبقى انا حقنت بالظبط 1 ملي من الدنتال كارتليج and so on. عشان كده هي standardized all over the world. تمام؟ بعد كده جسم الكربولة اللي هيتحط فيه الفلويد ممكن يكون من البلاستيك او من الجلاس، وغالبا بيكون من الجلاس من الزجاج على اساس انه يكون انرت وما يحصلش تفاعل ما بين البلاستيك واللوكال انستيستيك فلويد اللي موجود جوه. وهتلاقي ان الازاز ده بيغلفوه بستيكر موجود عليه بيانات الدنتال كارتليج، ودي في غاية الاهمية وهنعرفها. عندهم طريقة من الاتنين، يكتبوا على الدنتال كارتليج الازاز يطبعوا عليها البيانات دي او ستيكر ويلزقوه، واكشوالي اسهل لهم يكون الطبع ده هيوفر. انما هتلاقي معظم شركات الدنتال كارتليج بتعمل مغلف ستيكر بلاستيك وتلزقه على الكربولة الازاز، رغم ان ده مكلف بالنسبة لهم لكنه الافضل. ده على اساس ان الكربولة لو اتكسرت او وقعت او whatever ايه يعني البلاستيك شيت دون يعمل نوع من البروتكشن من الحماية، كأنه بالظبط لوح ازاز وحضرتك لازق عليه زي لازقة كده، فلو اتكسر ما يحصلوش سماش ولوح الازاز يمسك فيه. بعد كده عندي حاجة اسمها النيك اللي هي هنا دي، وعندي الومينام كاب اللي بيغلف حاجة اسمها رابر ديافرام، وده الجزء اللي هتدخل فيه النيدل. تمام؟ تدخل لجوه كده ويمسك هنا كده الهب في الثريدد اند اللي موجوده في الدنتال ايه؟ سيرنج، عشان يقدر من خلاله يعدي اللوكال انستيك فلويد. طيب تعالوا بقى لللوكال انستيزيا. مبدئيا كده يعني ايه كلمه لوكال انستيزيا؟ ابسط تعريف لللوكال انستيزيا هي ان اعمل temporary loss of sensation. انا عايز ما احسش، عايز افقد الاحساس في المنطقه اللي هشتغل فيها. لكن هل اللوس اوف سنسيشن ده محتاج انه يكون بيرمننت؟ لا طبعا، تيمبوراري. يبقى اذا كلمه لوس اوف او اسف لوكال انستيزيا معناها تيمبوراري لوس اوف سنسيشن ان ا سبيسيفيك اريا اوف ذا بودي. وعايز بقى تقول تعريف تاني هو ان دراج انديوس ريفرسيبل؟ لا ريفرسيبل. يبقى ان دراج انديوس ريفرسيبل لوكال بلوكج، اهو drug induced reversible local blockage of a nerve conduction in a specific part of the body. طب هل في اللوكال انستيزيا، عشان ده نقطة مهمة جدا وبيثار ويدار حواليها الكثير من الجدل، هل اللوكال انستيزيا بتعمل loss of consciousness او alter الconsciousness؟ لا، قولا واحدا
مفيش لوكال انستيزيا بتفقد الوعي، مفيش لوكال انستيزيا بتعمل الترنيشن في الكونشيسنس. النقطه دي مهمه جدا ويعني بنسمعها كتير، واعتقد من المهم بان انت تعرفها. يبقى كلمه لوكال انستيزيا ابسط تعريف ليها هي temporary loss of sensation او any drug induce reversible blockage of nerve stimulation in a specific part of the body. طيب اللوكال انستيزيا دي هل ليها كريتيريا؟ اكيد طبعا. انا اي حاجه هحقنها وهدخلها جسم البني ادم لهيومن بينج الفلاش ده، هل محتاج ان الماده دي تكون كومباتبل ولا توكسيك؟ انا بديهيا اكيد طبعا تكون كومباتبل، تكون نون اريتابل، ما تعملوش اريتيشن، ما تعملوش انفلاميشن، تكون رخيصه في سعرها الى حد ما، يعني ما تكونش غاليه، لان كل ما هتغلى كل ما سعرها هيغلى على المريض. يبقى كلمه بقى ايديال بروبريتيز اوف لوكال انستيزيا ده يعني من السفه بان انت تاخد فيها وقت كبير وانت بتذاكرها. اكيد اي حاجه مدخلها جسمي اكيد ريفرسبل ولا ايرفرسبل، انا من ضمن الحاجات، هل مثلا تعمل لي بيرمننت لوس اوف سنسيشن؟ اوف كورس نوت. يبقى ريفرسبل، نون ايريتنت، نون اليرجيك، نو سيستميك توكسيسيتي، رابيد، سفيشنت ديوريشن، بوتنت، سفيشنت بينتريشن، ونوت اكسبنسيف. و في البلاد زي بلادنا اعتقد بان الجزئيه بتاعه الاكسبنسيف دي مهمه جدا جدا جدا. طيب تعال بعد كده نتكلم على الميثودز اوف لوكال انستيزيا. لوكال انستيزيا والله ممكن تكون عندي توبيكال، ممكن تكون عندي انفلتريشن، ممكن تكون عندي فيلد بلوك، ممكن تكون عندي نيرف بلوك. توبيكال يمكن من اشهر الحاجات اللي كلنا عارفينها، حاجات تتحط على البشره مثلا during shaving during whatever you are doing، بتحط topical anesthesia عشان تفقد الإحساس السطحي في هذه المنطقة. في oral gel كتير موجودة في السوق من ضمن الحاجات اللي بتستخدم في يعني انك تقلل البين بتاع الألسرز او whatever. الجل دي بتحتوي على topical anesthesia على اساس ان هي تعمل superficial anesthesia في الألسر دي، وبالتالي يقدر العيان انه يتعايش سواء بالاكل او الشرب او الكلام. فالميثودز اوف لوكال انستيزيا ممكن تكون توبيكال لو بصينا على الرسمه دي، او انفلتريشن زي ما هنا كده، او لو خدت كذا غصن كده يبقى فيلد بلوك، او لو رحت قافل الفرع نفسه والجذع نفسه يبقى نيرف بلوك. طيب هذا شكل من اشكال التوبيكال انستيزيا، ممكن يكون جل وممكن يكون سبراي، ومعظم السبرايز بيكون حط لها كده زي نوزل على اساس ان هم يجمعوا السبراي ده ويحددوه ويخلوه مور سبيسيفيك في بوينت او تارجت معين، على عكس لما يشيل النوزل السبراي بينتشر في كل حته. بعد كده عندي الانفلتريشن، ويمكن دي من الحاجات المهمه جدا اللي هنبتدي نركز عليها. الانفلتريشن ممكن يكون بوني تيشو او سوفت تيشو او فيلد بلوك انفلتريشن. طيب البوني تيشو انترا اوسيس، وده اكشوالي مور اجريسيف او طريقه اجريسيف قوي انك تعمل انستيزيا عن طريق ان انت دريل في البون نفسه. سوفت تيشو انفلتريشن، ومن اشهر الحاجات اللي هنستخدمها عندنا في مجال الدنتال فيلد هي البارا بيريوستيال او سوبرا، خلينا نكون اكثر توضيحا كده، سوبرا بيريوستيال. تمام، وعندي فيلد بلوك. طيب مميزات طبعا النيرف بلوك ان هي بتخدر اريا كبيرة، ديوريشن اطول، هيموستيزز. لكن خلونا قبل كده ما نتكلم على انواع الانستيزيا نقول هي الانستيزيا بتشتغل ازاي. في الواقع في نظريات كتيرة جدا اتكلمت على الميكانيزم اوف لوكال انستيستيك دراج، ميكانيزم اوف الاكشن. نظريات كتيرة قوي اتكلمت في هذا المجال، لكن الموست اكسبتبل ثيوري ناوديز هي بالظبط كده سبيسيفيك ريسبتور ثيوري. طيب خلونا نقول بقيه العناوين بتاعه الثيوريز ونشرحها كده ان سامري او في عجاله، ونبتدي نركز اكتر على السبيسيفيك ريسبتور ثيوري. طيب من ضمن الثيوريز الثانيه عندي حاجه اسمها الاسيتايل كولين ثيوري، ودي اللي بتشتغل على الاسيتايل كولين، وده واحد من النيورو كيميكال ترانسميترز اللي موجوده في النيورو ماسكولار سينابس. تمام، فهي لو عطلت الاسيتايل كولين ده هتعطل النيرف كوندكشن اند ستيميوليشن.
كيميكال أو آسف كالسيوم ديسبليسمنت ثيوري، أنا هنا بستبدل الكالسيوم أيونز اللي موجود في ريسبتورز معينة، وبالتالي بقلل البيرميابيليتي أوف الصوديوم بالذات، وبالتالي ديكريز النيرف إمبلس. واحدة من النظريات التانية إلكتريكال ثيوري، أغير التشارج أوف النيرف وخليه مور بوزيتيف، وده هيقلل النيرف كوندكشن من برين إكسبانشن. أكشوالي لما بحقل اللوكال أنستيزيا ده بينفخ الممبرين بتاع النيرف، وبالتالي بيقلل الديامتر اوف صوديوم تشانلز فيقلل الصوديوم انفلكس. وفيسيولوجيكال ثيوري، انا هنا بلعب على حته الميتابوليزم بتاع النيرف. والميكانيكال، انا هنا بلعب اني اقلل الليبد في النيرف فيقل النيرف كوندكشن. كل دي كانت نظريات بتحاول تشرح الميكانيزم اوف الاكشن اوف لوكال انستيزيا، لكن الموست سبيسيفيك والموست اكسبتبل ثيوري nowadays بالظبط زي ما قلنا هي السبيسيفيك ريسبتور ثيوري، ودي اللي هنحاول ان احنا نشرحها مع بعض كده. فلو بصينا مع بعض على الرسمة اللي قدامنا عشان توليد اس كده، هنفرض بان ده كده نيرف سيل ممبرين، وده هنا كده اكسترا سيلولر، تمام، وهنا جوه ده انترا سيلولر. طيب بديهيا كده لازم نكون عارفين بان النورمال بي اتش بتاع الهيومن بادي تقريبا القلين، تمام، 7.4 حتى لو سلايتلي القلين، فهو القلين. والنقطة دي في غاية الأهمية، ليه؟ عشان الأنستيزيا تشتغل صح لازم أحقنها في القلين ميديم. النورمال بي اتش، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، عندي سلايتلي القلين. عشان كده هنعرف بعد شوية ليه الأنستيزيا ما تشتغلش مثلا مع أبسس، تمام؟ طيب يبقى زي ما اتفقنا انا عندي النورمال بي اتش 7.4 سلايتلي الكالين. لو انا حقنت كربوله الانستيزيا عندي وهرمز للانستيستك دراج عندي بالرمز انه ار ان مثلا، وات ايفر اي حاجه ار ان، لما بيتحقن الانستيزيا عندي في الكالين ميديوم، انا في عندي في جسمي هيدروجين ايونز متنطوره اكسترا سيلولر وانترا سيلولر، تبتدي تجري على الحاجة اللي دخلت جسم دي، الله في حاجة حلوة هي، تعالى نروح نشبط فيها. ويبتدي الـ RN اللي هو اللوكال انستيستيك دراج اللي هنقول مثلا، هنفرض بانه حقنت منه 1000 وحدة مثلا، 100% هو 1000 وحدة مثلا، كان عبارة عن 1000 واحد انستيستيك دراج اتحقن في الالكالين ميديم بتاع النورمال تيشو، الهيدروجين بروتون يجري على طول الخط ويتفاعل معاه، ويبتدي ينقسم الار ان ده لجزئين، جزء ايونايزد وجزء نون ايونايزد. الجزء الايونايزد اللي شبط ومسك فيه الهيدروجين ايونز تبقى نسبته هي الكاسحة 75%، والجزء النون ايونايزد هو الاناثيستيك دراج نسبته 25%. يعني لو قلنا ان الالف اتحقنوا 750 منهم ايونايزد و250 نون ايونايزد، واكشوالي النون ايونايزد بارت هو اللي عليه العين والنني. ليه؟ لان النون ايونايزد بارت هو ده اللي عنده المقدره على انه يخترق السيل ممبرين لانه لايبوفيليك، تمام كده، ده اللي عنده المقدره على انه يعدي من السور بتاع النيرف اللي عندي. هنتخيل كده كان السيل ممبرين ده عامل زي السور الحديد اللي محطوط مثلا على اي بيت او على اي مؤسسة واتبر. السور الحديد ده في خرام صغيرة، الخرام الصغيرة دي تعيق بني ادم انه يعدي منها، لكن لو جت قطة كده ولا فار ولا حاجة صغيرة سهل جدا انه يعدي من ضمن الحاجات دي. اهي الخروم دي ببساطة تسمح للانسيستيك دراج النون ايونايزد بانه يعدي من خلالها. يبقى دخل جوه الخلية الانتراسيلولر 250 بارت اللي هو نون ايونايزد بارت اوف لوكال انستيزيا، تمام؟ برضو انتراسيلولر موجود برضو هيدروجين ايونز، تبتدي تشبط في الار ان دي، ويبتدي ينقسم برضو بدوره لار ان اتش بوزيتيف اللي هو الجزء الايونايزد، وار ان بس اللي هو الجزء النون ايونايزد بنفس النسبة 75-25. يعني كأن ال 250 اللي نجحوا ان هم يعدوا لجوه هم كمان يرجعوا ينقسموا، و75% منهم تبقى ايونايزد. يعني انا بتكلم تقريبا في 100 حاجه و80 تقريبا 187 ونص، انتوا اشطر مني في الحساب. والجزء النون ايونايزد
اللي هو 25%. لو اتكلمنا بالارقام يبقى بقية 250 وحسبوها انتوا ليه تبقى مثلا تقريبا حاجة و70 او حاجة و60. تمام؟ الجزء الايونايزد ده اللي هو 75% اللي هم تقريبا 180 من 250 بارت، ده اللي يروح يعمل بلوك ويقفل الصوديوم تشانلز انترا سيلولار، ما بيقفلهاش من بره، يبقى بيعمل انترا سيلولار صوديوم تشانل بلوكرز، قفل البوابة بتاعة الصوديوم. وبالتالي طالما الصوديوم ما قدرش انه يعدل جوه الخلية مش هيحصل نيرف ستيميوليشن. لو حضرتك تتذكر كده الاكشن بوتنشيال لما كان بيحصل عندي ستيميولس ولازم الستيميولس ده يكون بمقدار معين انه يعدل بين ثري شولد، يعني تقريبا يوصل لغاية نيجاتيف 70، طالما عدى بعد كده يبتدي البوابات دي تنفتح والصوديوم اللي بره يدخل جوه ويبتدي حجمه يزيد، فيبتدي البوتاسيوم اللي جوه يقول لك والله انا لا انا لاعب انا انتوا ضايقتوني وزحمتوني، يبتدي هو اخر يطلع لبره، فتبتدي البولاريزيشن تتعكس وتبقى دي بولاريزيشن، وبعد كده يبتدي يحصل ري بولاريزيشن لما ده يزيد بره وده يزيد جوه، يبتدي تتوازن من تاني الامور ويتنقل الاكشن بوتنشال من منطقه للتانيه عن طريق قفزات ينط كده سالتاتوري بالظبط كده، ينط من هنا لهنا، ومن هنا يحصل النيرف ستيمولس. طالما انا قفلت البوابه على الصوديوم وما دخلش يبقى بالتالي مش هيحصل نيرف ستيمولايشن، مفيش الاكشن بوتنشاليتي اللي هي ويذن ذا نيرف، وبالتالي مش هيحصل اصلا عندي النيرف ستيمولس في السينابس اللي ما بين النيرف والمسل. تمام كده؟ تمام. يبقى اكشوالي كده عشان يحصل ان الانسيستك دراج يشتغل لازم الميديم عندي يكون الكالاين، ده اللي هيسمح لي بحدوث اللي احنا قلنا عليه ده اللي هي الاندكشن او عملية الميكانيزم ان الانسيستك دراج ايه يشتغل عندي. طيب ايه اللي بيحصل بقى في الانفكشن؟ وده سؤال شهير جدا، يجي يسألك اقول لك ليه يا دكتور الانسيست زي ما تشتغلش في ابسس، او هتسمع كتير من دكاتره والله ده انا جالي عيان عنده خراج فمش هينفع اخلع لك اعمل حاجه اصل الانستيزيا مش هتشتغل. طبعا الكلام ده في كتير من الصحه لانه اكشوالي لو حقنت عملت الانجكشن في السايت وفي الباص نفسه مش هتشتغل، او بمعنى ادك مش هتشتغل بالكفاءه اللي انا عايزها، هي هتشتغل لكن ضعيفه، هنعرف مع بعض دلوقتي ازاي. لكن ما انت ببساطه ما تروح تقفل المحبس نفسه، ما تعمل بلوك، اقفل عن الفيلد كل اللي فيها يعني. لكن ودي ميزه بقى انك ماكسيلوفيشال سيرجون. تمام، تعال بقى نشوف ايه اللي بيحصل في الاسيديك ميديوم انفكشن، يعني الميديوم هنا ابتدى عندي يتحول لاسيديك ميديوم. لازم تفهم قبل ما تقول له اصل في فازو دايلاتيشن، لا لا لا، افهم الاول ايه اللي في الانفكشن يمنع ان الانستيزيا تشتغل، ان الميديوم عندي بيتحول لاسيديك ميديوم. طب ايه اللي يحصل عندي لو حصل يعني وتحولنا لاسيديك ميديوم؟ لا، هنا الموضوع يختلف جملة وتفصيلا. هنا الانستيزيا اللي حضرتك بتحقنها اكسترا سيلولر اللي هي الار ان، بدل ما كانت بتنقسم ل 75 و 25 واحنا قلنا الجزء اللي عليه عيني والعين والنني زي ما بيقولوا هو ال 25% النون ايونايزد بار، ده اللي بيقدر يعدي جوه الخليه ويقدر يعمل بلوكج للانترا سيلولر صوديوم تشانلز ويقدر يديني بوتنت انستيزيا. الجزء ده بيقل يقل يقل ويضمحل لغايه لما يبقى 1% فقط، انت متخيل؟ كان من البدايه بعطل وبهدر 99% من الانستيزيا، 1% بس اللي بيقدر يعدي. يعني لو قلنا بالارقام 1000 انا عندي 990 عطلانين ويا دوبك 10 اللي عدوا من السلم برين، ال10 دول صحيح كمان لسه جوه هينقسموا ويبقى 7.5 بس هم اللي رايحين يعملوا بلوكج للانترا سيلولر صوديوم تشانلز. انت متخيل كده لو انت داخل خناقه 100 بني ادم قدام 100 بني ادم تبقى معقوله، يا سلام بقى لو كانوا 100 بني ادم وانت داخل ب 200 نفر يا سلام، لكن رايح تخانق 100 بني ادم وانت معاك 7 انفار، والله لو هم حتى بودي جاردات ديتها ان كل 10 يتلفوا حوالين واحد مش هيحصل. فهو هيحصل انستيزيا انما نوت بوتنت، مش كل البوابات اتقفلت، مش كل البوابه حتى اتقفلت، ده جزء وجزء لسه سامح بانه يحصل نيرف ستيمولس. تمام كده؟ يبقى ده اللي بيحصل في الانفكشن في الاسيديك ميديوم. ضيف بقى انه اي انفكشن اكيد هيكون في انفلاميشن، ما احنا قلنا اني انفكشن فيها انفلاميشن، لكن نوت اني انفلاميشن بالضروره تعني انفكشن، مش كده ولا ايه؟ تمام؟
ضيف بقى على كده انه في الانفلاميشن في فازو دايلاتيشن بتوكنوسلي اللوكال انستيك دراج دي بمنتهى السهوله. ضيف على كده انه في الانفلاميشن في عندي انفلاماتوري اكسوديت زي البروستاجلاندون والبرادي كاينين، ودول اساسا انتاجونست بيعكسوا كاونتر اكت اللوكال انستيك دراج. يبقى قبل ما تقول ليه الانستيزيا ما بتشتغلش في انفكشن اصله فازو دايلاتيشن وانرست، افهم ليه، لانه في الاسيديك ميديم بيحصل كذا 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 كذا، تمام؟ يبقى في اللوكال انسيستيك انفكشن زي ما شوفنا من المجسم اهو، من البداية في عندي 99% مهدرين، ويدوبك 1% ده هو اللي بيقدر ايه يدخل لجوه. ضيف بقى بعد كده عايز تقول الحتة الفازو دايلاتيشن اللي هتعمل لي سويبنج لي اللوكال انسيستيك دراج، وحتة الانفلاماتوري ميدياتورز اللي انتاجونست الافكت وفي لوكال انسيزيا، مفيش اي مشكلة. المهم تكون فاهم اللوكال انسيستيك دراج ما بيشتغلش ليه في الانفكشن. تعالوا بعد كده بقى نقول كربولة الانستيزيا اللي في ايدي. كربولة الانستيزيا اللي في ايدي دي فيها مكونات رئيسية الفلويد اللي جوه، احنا تعرفنا على تركيبها الخارجي. طب وات اباوت الانترنال فلويد اللي جوه ده بقى عبارة عن ايه؟ في مكونات اساسية لازم وحتما والبد تكون موجودة عشان اقول دي كربولة انستيزيا، يبقى حتما هيكون فيها انستيك دراج، من غيره ما بقاش انستيزيا، صح ولا ايه؟ عشان تقول انت طابخ محشي اكيد لازم تفتح الحلة تلاقي محشي مش تلاقي بطاطس، وان كانت البطاطس كمان بتتحشي، انت فاهم انا اقصد ايه؟ يبقى اي كربولة انستيزيا لازم يكون فيها انستيك دراج الف ب. الانستيك دراج ده ببساطة كده وزي ما هنعرف هو يعني ايه، بني ادم كسول عايز اللي يحركه، عايز اللي يقضيله مشاويره. والله عايزنا نروح مشوار، اوكي هات لي وسيله مواصلات تشيلني، محتاج فيكل، محتاج وسيله تنقله من هنا لهنا، يبقى برضو هيكون موجود في الدنتال كارتليج، موجود في فيكل. جميل جدا. مش بس كده، ممكن او لا تلاقي في الدنتال كارتليج فازو كونستريكتور. فازو كونستريكتور ده اللي هو من اسمه فازو كونستريكتور، هيعمل فازو كونستريكشن، يعني هيقلل بالظبط. سيبك بقى قبل ما تقول هيزود لي الديوريشن بتاعه الانستيزيا، حبيبي انت سيرجيون اهم حاجه عندك البليدنج، وده هيخليني افكرك بالمحاضره اللي عملناها عن الهيموريدج اند الشوك، وتروح تتفرج عليها حالا وتفتكر وتشوف اهميه البليدنج بالنسبه لك ايه، وما تنساش ساعتها تعمل لنا لايك وشير برضه على الفيديو. نرجع بقى مرجعنا هنا، أهمية الفازو كونستريكتور أول وحاجة ولازم تقولها يقلل لك البليدنج، وبعد كده أقول زود الديوريشن ولا ولا ولا. أساساً يعني أنت هتخلع سنة. أنت متخيل إن أنت ممكن تعمل اكستراكشن للتوز بإذن الله، يعني ربنا يقدرك ويوفقك، بعد كده تعمل لها اكستراكشن في أقل من 10 دقايق. ديوريشن إيه؟ ده أنت لو بتعمل أكسس كافيتي ولا بريبيرد كافيتي ممكن تاخد فيها وقت أكتر من الخلع. يبقى لازم تقول أهم ميزة تديها لك الفازو كونستريكتور كسيرجيون تقلل البليدنج، اوكي؟ ولو حطينا فازو كونستريكتور في الكربوله هنحط معاها بريزرفيتيف، لان اكشولي الفازو كونستريكشن سهل انه يحصل له اوكسيديشن. يبقى اذا الدنتال كارتليج اللي قدامي واللي في ايدي ممكن تكون بلين انستيزيا، واما تقول بلين انستيزيا قهوه ساده وذاوت فازو كونستريكشن. حطيت سكر بقى، ممكن بقى تكون السكر ده تخليه خفيف فتقول قهوة على الريحة، تقول قهوة مظبوط، تزود بزيادة تقول قهوة زيادة، صح؟ إنما فيها فازو كونستريكشن، يبقى يا بلين أنستيزيا وذاوت أصلا فازو كونستريكشن، يا أنستيزيا وذ فازو كونستريكشن، أوكي؟ وده اللي واضح قدامنا أهو، يا بلين أنستيزيا زي الكربولة اللي قدامنا دي، شايف بقى الكلام اللي على الدنتال كارتليج ده هنعرفه ولازم تفهمه. ما هو ده اللي هيميز ما بين حضرتك كدكتور وفاهم وكصنايعي. انا قادر اعرف الكربونه دي بتتكون من ايه، ومش بس كده، واقدر اعرف كل كلمه وحرف فيها ايه، يعني ايه 3%، هنعرف دلوقتي. واقدر اعرف من خلال الداتا اللي مكتوبه على الكربول دي احسب عدد الكربولات اللي اقدر اديها للعيان في المره الواحده. افترض اديته كربوله ولسه موجوع لسبب ما او لاخر، اقدر اديله واحده كمان؟ طب اديله كام واحده كمان؟ واحده، اتنين، تلاته، عشره. الموضوع مش ماشي بالحب، لا، الموضوع ساينتيفيكالي. تقدر تحسب الماكسيمم كاربولز اللي تقدر تديها للعيان في الجلسه الواحده، هنعرف الكلام ده دلوقتي.
تمام؟ يبقى هذا بلين أنستيزيا، وشايف الأنستيزيا اللي فيها فازوكونستريكشن، شايف هنا قال لك ميبي فيكين HCL بس، إنما هنا كمان راح ضيف لك كلمة الإيه الإبينفرين، هذا الفازوكونستريكتور. تمام؟ وبالمناسبة كلمة USBD قبل ما نمشي، لأن الباقي هنتكلم عنه بالتفصيل، USBD معناها United State Pharmacopenia، أو اللي هي قانون الأدوية الأمريكي. تمام كده؟ تعالوا بقى نكمل. Local Anesthetic Agent، احنا قلنا أهم كومبوننت موجود في الدنتال كارتليج هو Local Anesthetic Drug. والله Local Anesthetic Drug ده ممكن تقسمه according to كذا حاجة. هل اللوكال انستيك كربول اللي انا ماسكها في ايدي دي مفعولها قد ايه؟ تقعد معايا 10 دقايق، نص ساعه، ساعتين؟ وحقيقه الامر بان ده متوقف بنسبه كبيره على الفازوكونستريكتور، هل الكربوله دي فيها فازوكونستريكتور ولا لا. لكن اكشوالي في انستيك دراج بطبيعه حاله من غير فازوكونستريكتور بيديني ديوريشن طويله زي البوبوفيكين والاتيدوكين. فانا ممكن اقسم اللوكال انستيك دراج اكوردنج تو ديوريشن، لشورت ديوريشن وانترميديت ولونج ديوريشن، حاجه يوصل مفعولها لساعتين وثلاث ساعات. تمام كده؟ طيب وممكن اقسمها اكوردنج تو الاستراكشر بتاعه، كيميكال استراكشر اوف الانستيك دراج، اما ان يكون لايبوفيليك يعني اروماتيك، هيدروفيليك يعني امين، او انترميديت، وهنا نركز شويه، يا اما ان يكون امايد او استر. الانترميديت جروب يا اما امايد يا اما استر، يعني بيحتوي على مجموعه امايد او مجموعه استر. تمام؟ بتاعت الكيمياء العضويه بتاعت زمان دي فاكرينها، انا نفسي مش فاكرها قوي يعني. على كل نكمل بقى اماين جروب. ايه الفرق ما بين الاماين جروب والاستر جروب؟ لا ما تقوليش الكيميكال استراك، انسى الكلام ده يعني، معلش مع احترامنا، اوكي اعرفوا بيزك نوليدج. ايه الفرق الجوهري؟ انا هحقن الكلام ده في جسم المريض، في جسمي انا شخصيا. اهم حاجه نركز عليها بان الاماين جروب بيحصل لها ميتابوليزم عن طريق الليفر، الليفر انزيمز. طب امال الاستر؟ لا، مينلي الميتابوليزم بتاعها بيكون من البلاد يا راجل. اه والله العظيم زي ما بقول لك كده، من البلازما، وبالتحديد من انزيم في البلازما اسمه الكولينستريز. تمام كده؟ تمام كده. وبالتالي بديهيا بقى، اول ما ينط في دماغك كده، ايه رايك الانستيزيا الاماين دي تبقى اكثر خطوره ولا اقل خطوره على مريض داخل لك وهو عنده الكبد؟ اه بالظبط. يبقى انا لو داخل عند مريض عنده الكبد يفضل بان انا اروح اديله الاستر جروب وليس الاماين جروب. على الرغم من كده هتعرف ان كل الانستيك دراج اللي موجوده في السوق تقريبا كلها اماين جروب، تقريبا كلها اماين جروب، مفيش منها استر. وهنعرف ليه. ليه؟ لانه ايفن اف حتى مريض الكبد له ليميت وليميتيشنز في الانستيك دراج اللي فيها فازوكونستريكشن او ما فيهاش. يعني الاماين لوكال انستيك دراج ينفع استخدمه مع مريض الكبد وذ بريكوشنز، ودي هنتكلم عنها في محاضرة لوحديها اللي هي لها علاقة بالميديكال كومبرومايزد بيشنت. تمام؟ انما الاستر مشكلته ايه بقى؟ في من الله بعض الناس بتتولد بديفيشنسي اسمها سودو كولينستريز ديفيشنسي، يعني عنده ديفيشنسي في الكولينستريز انزيم مش موجود اصلا. طيب هل العيان ده مثلا بيشتكي من حاجة؟ بالعكس، ده عايش حياته ايه، زيموز وزي الفل وما فيش اي حاجة باين عليه. لكن تيجي تديله الانستيزيا من هنا بالظبط، الانستيزيا مش هتروح. ليه؟ لانها ما بتتكسرش، فيفضل الجزء اللي انت عامل له انستيزيا فيه متخدل، مش عايز يروح منه الخدل. انت متخيل كده تاني يوم تالت يوم جاي يقول لك انا نص الثاني رايح مش عارف اتكلم؟ انت متخيل كميه الكوميديا اللي ممكن تحصل؟ الموضوع بيكون ابشع في الجنرال انستيزيا. يعني زمايلنا دكاتره التخدير من ضمن الادويه اللي بيستخدموها يخدروا بيها الساكسونايل كونيل كولين، ده نوع من المصر ريلاكسنت عشان يسهل على عمليه الانتيوبيشن، ده برضو بيتكسر بالكولين ستريز. طبعا الكلام ده مش هيبان لان هو محطوط على الفنتليتور، لكن لما يخلص بقى العمليه ويجي صح العيان بتاعه الكولين ستريز ما بيتكسرش، وبالتالي العيان مش قادر ياخد نفسه فيفضل حاطه على الفنتليتور. انت متخيل مدى بشاعه الموضوع؟ وهيبقى حله الوحيد بالظبط كده، اديله يا عم كولين ستريز انزيم، كان على عيني، يا ريته بيتباع في انبول. هيبقى الحل الوحيد عشان تحل المشكله دي انك تعمل العيان نقل دم، انقله دم
عشان ببساطة تتغلب على الديفيشنس اللي في جسمه بتاعة الكولينستريز. فأنا يعني أكيد مش هادي عيان كربولة أناسيزي عشان أروح أنقله دم. فاللي بيصنع الدواء هو ماشي بمبدأ برضو حتة أنه فاينانشال، أنا عايز أكسب، أنا مش هعمل دواء وارميه في الأرض. عشان كده صعب أنك تلاقي في السوق دواء إستر، ولو لقيت ياريت تبقى تكتب لنا في الكومنتات تحت وتحط لنا صورة للأناسيسك دراج اللي فيها إستر تايب، بعيدا عن الأرتيكين لأن جزء منه أمايد وإستر. لو في حاجة بيور إستر ياريت تبقى تكتبها لنا تحت في التعليقات. طيب نرجع بقى ونكمل، قلنا according to the duration. طيب تعال بقى نقول كده شوية نوتس عن اللوكال أناسيسك دراج، شوية ملاحظات بسيطة كده كأننا بندردش عن اللوكال أناسيسك دراج. لازم تعرف يا سيدي ويا سيدة الفاضلة بأن كل الأناسيسك دراج اللي موجودة تأثيرها على الفاسكيوليتشور أو على البلاد فيسلز بتعمل فازو دايلاتيشن، بتعمل فازو دايلاتيشن إكسبت في اكسبشن وحيد وهو الكوكين، وان كانت بعض الناس بتقول ان كمان الميبيفيكين ممكن يكون عنده شويه من الحته دي زي الكوكين. يعني الكوكايين هو الوحيد اللي بيعمل فازو كونستريكتور، هو يعني كمان لمزيد من الدقه انيشال يعني لسه في البدايه ما فيش فازو كونستريكشن، بعد كده بيعمل سيفير كمان فازو كونستريكشن. طب ده يرجع لايه؟ يرجع لان الكوكايين، وهنقول بقى ان في بعض النظريات وبعض الابحاث بتقول بان الميبيفيكين كمان فيه الخاصيه دي شويه، لما بيحصل ميتابوليزم ولما بيبتدي يتكسر الكوكايين بينتج عنه باي برودكت بيسمى بايريدين رينج. البايريدين رينج دي بتعمل انهيبيشن للابتيك اوف الكاتيكولامينز انتو ذير ريسبتورز وسبيشالي النور ابنفرين. يعني تيجي انا لو انا عندي الكاتيكولامين في جسمي اهي عايزه ترتبط بالسبيسيفيك ريسبتور بتاعتها عشان تشتغل، البايريدين رينج دي تقف عائق ما بين ده وده، وبالتالي يزيد الفري ليفل، مش هتتكسر الكاتيكولامين في جسمي، الفري ليفل زايد وبالتالي الفازو كونستريكشن كمان بيزيد. يبقى السبب ان كل اللوكال انسيستيك دراج فازو دايلاتيشن اكسبت الكوكايين، الكوكايين بينتج عنه باي برودكت اسمه بايريدين رينج بتعمل انهيبيشن اهو زي ما احنا شايفين كده انهيبيشن للكاتيكولامينز ابتيك انتو زير ذير سبيسيفيك ريسبتورز سبيشالي النور ابينفرين، فبتؤدي الى انكريز الفري ليفل اوف الابينفرين انتو ذير تيشوز. مش بس كده، كل اللوكال انسيسيا أناسيستيك دراج لو اتحقنت في بلاد فيسلز، شفت بقى أهمية الأسبيريشن، بتعمل حاجة اسمها توكسيسيتي. كلمة توكسيسيتي معناها إنكريز لفري ليفل بتاع الدراج في البلاد، وده ممكن يؤثر على السنترال نيرفس سيستم وممكن يؤدي الموضوع للوفاة لأنه الريسبيراتوري فانكشن ما بتشتغلش. تمام كده؟ طيب كل اللوكال أناسيستيك دراج لو اتحقنت انترافاسكولر بتعمل توكسيسيتي. الميزة الوحيدة اللي ممكن احقن فيها اللوكال انيسيستيك دراج انترافاسكولر هي في حاله الامرجنسي كاردياك اريثميا. يعني من ضمن الحاجات اللي ممكن زمايلنا دكاتره الطوارئ يستخدموها لو دخل عليهم عيان في الطوارئ عنده كاردياك اريثميا، سواء كانت فنتريكيولر تاكيكارديا او فنتريكيولر فايبريليشن، ان هم يحقنوا ليدوكين انترافينس. ده هنا الهدف ان انا احقن الليدوكين انترافينس لاني انا بحيي العيان ده، انما لو العيان نورمال انا ممكن اموته. تمام؟ يبقى الميزه الوحيده للانجكشن اوف اللوكال انستيزيا في البلاد فيسل هي في الامرجنت فنتريكيولر اريزميا. ليدوكين بالذات بيتحقن انترافينس في حاله الامرجنسي فنتريكيولر اريزميا بتقريبا من 50 ل 100 ملي جرام بمعدل 25 ملي جرام بير مينت. تمام كده؟ وده يخليني اقول لك كده على جنب كده ايه الافكت اوف اللوكال انستيزيا، الدوزج بتاعه اللوكال انستيزيا على السنترال نيرفس سيستم وعلى الكارديوفاسكولار سيستم. انا بتكلم على لوكال انستيك دراج. يقول لك بحسبه كده عملوها زمايلنا بتوع الصيدله وبناء على الابحاث، يقول لك ان كميه اللوكال انستيك دراج
من 0.5 ل 2 ميلي جرام لكل ميلي، ده عادي الجسم يتعامل معاها على ان هي نورمال. لو ابتدت الدوزج تزيد عن 4 يبتدي يحصل لي انتي كونفالسنت، بيهدوا العين كده. بينما لو من 4 ل 7، لو زادت عن 7 بتبتدي تعمل سنترال نيرفس سيستم ستيميوليشن، ولو زاد الموضوع عن كده يدخل في كونفالجن وممكن يحصل ريسبيراتوري ديستريس والعيان يموت. اما تاثيره على الكارديوفاسكولار سيستم فهو نورمال برضو لو لغايه 2 ميلي جرام. لو ابتدى الموضوع يزيد من 2 ل 4 ميلي جرام بالظبط انتي اريثماتيك. عرفت بقى ليه هنا دي ميزه ان احقنه انترافينوس وبمقدار معين، تمام. اما لو زادت عن 5 ميلي جرام لكل ميلي ليتر يبتدي يحصل ديبريشن العكس، ولو زادت الجرعه عن 10 ميلي جرام لكل ميلي يبتدي يحصل كولابس، قد يتوقف قلب العيان عن العمل. طيب من ضمن برضو الحاجات الظريفة اللي لها علاقة بالأناسيستيك دراج، عندي أناسيستيك دراج بيسمى البريلوكين والأرتيكين. الأناسيستيك دراج دول في باي برودكت بينتج عنهم اسمه أورثوتولودين. ايه الأورثوتولودين ده؟ خلينا اول قبل ما نقول الأورثوتولودين، احنا عارفين طبعا الهيموجلوبين، هيموجلوبين حديد وبروتين، وعارفين بان الشكل الحديد اللي موجود في الهيموجلوبين هو فيرستايد Fe+2، كيمياء شويه اهي، تمام. لو تحول الفيرز الى فيرك تايب، يعني Fe+3 حصل له اكسيديشن صح كده لما يكتسب الكترون، يتحول الهيموجلوبين ويبقى اسمه ميثموجلوبين. واكشوالي دي حاجه مش حلوه، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هو سهل جدا انك تاكسد الحديد الـ Fe+2 ده، ما اعرفش بس كانت كلمه تاكسد او تختزل، لا اعتقد تختزل، من Fe+2 ل Fe+3، تمام، تفقد الكترون فتزيد الشحنه الموجبه، ده اختزال. لو اتحول من هيموجلوبين لميثموجلوبين دي حاجه في منتهى الخطوره. عشان كده قبل ما نقول لي ربنا سبحانه وتعالى خالق لك في جسمك انزيم اسمه ميثموجلوبينيز ريدكتيز، يعني بيختزله. ليه؟ عشان الهيموجلوبين وسيلة نقل رائعة جدا، بس ملهاش دعوة باللي بتنقله. حاجة كده بتفكرك بفيلم ترانسبورتر، عارفه انت اللي هو بتاع الممثل اللي بتاع الاكشن اللي بيقعد يضرب ده، هو يوصل موصلاتي، ماليش دعوة انا شايليه. يعني الهيموجلوبين عند لو افينيتي تو الاكسجين، يشيل الاكسجين يوصله بمنتهى السهولة واليسر للتيشوز بتاعتك، ملوش علاقة. اما الميثموجلوبين لا لا لا، ده بيعشق الاكسجين، عنده هاي افينيتي تو اكسجين، وبالتالي مش من السهوله انه يفرط فيه. طب لو ما فرطش فيه هل هيسيبه يروح للتيشو؟ ابدا، هيقلل من التيشو برفيوجن، هيحصل هايبوكسيا، وبالتالي نفس العيان نفسه هيقل، يبتدي يحصل ديستريس وممكن العيان يموت. بالظبط. فاللي بيحصل انه في البريلوكين والارتيكين بينتج باي برودكت اسمه الاورثوتوليدين، ده بيعمل ريدكشن من الهيموجلوبين للميثموجلوبين وينتج حالة اسمها ميثميجلوبو أنيميا. عشان كده ما يجيلكش عيان بيقولك أنا عندي أزمة وباخد بخاخة وانت تصر على انك تديله أرتيكين أو بريلوكين، هتيجي الطوبة في المعطوبة، بلاش. أوكي؟ طيب الليدوكين والبريلوكين أو بروكين، الليدوكين ده يقول لك من احد الحاجات الظريفه فيه بانه في بعض الاحيان بينتج عنه حاجه شبه الدراوزنس كده، وكلمه دراوزنس معناها فيلينج اوف سليب، يعني يحس انه عايز ينام، النعاس. عشان كده يقول لك ان السبيشال اوبريشنال ديوتيز، الناس اللي هي بتقوم بمهام خاصه، ضابط شرطه مثلا، ولا ايفن اف حتى اللي هم بيسوقوا طيارات او ميكروباصات بقى عندنا في بلدنا، سايق ميكروباص ولا توك توك ولا بيجو ولا وات ايفر، يفضل بان انت تبعد عن الليدوكين، لان الليدوكين بيعمل نوع من الدراوزنس، فما يبقاش هو سايق ويبص يلاقي نفسه بينام، هيروح في داهيه وهيودي اللي معاه في داهيه كمان. طيب مش بس كده، ده كانوا زمان كمان بيقول لك بان اللوكال انستيك دراج دي ليها علاقه بظبط المزاج بقى والدماغ والكيف. فاكر انت محمود عبد العزيز في الفيلم؟ انت لما تقول كلمه كوكايين هيجي في دماغك على طول الناس الضريبه، كيف بقى. واكشوالي كان زمان بتعود امريكا الجنوبيه او الشماليه كانوا بيمضغوا ورق الكوكايين ده عشان يعملوا مزاج ويكيفهم،
لغايه طبعا لما الموضوع اكتشف اثاره الخطيره طبيا وقانونا، طبعا بقى حاجه يحاسب عليها القانون، فلا الموضوع ما عادش هزار. فزمان كانوا بيستخدموا الكوكايين عشان يعملوا حاله من الايفوريا، تمام، وكانوا كمان بيستخدموا البروكين، وكانوا بيسموه الفونتن اوف يوس، اللي هي يعني حاجه كده لتجديد الشباب، لانه بينتج عنه باي برودكتس زي البابا بارا امينو بنزويك اسيد، ودي بتساعد على زياده افراز البرو فيتامينز والفوليك اسيد والثيامين، الحاجات اللي من دورها بان هي تزود البادي اكتيفيتي، تمام. طيب هذا الافكت اوف لوكال انستيزيا على السنترال نيرفس سيستم. قلنا لو افترضنا ان السنترال نيرفس سيستم بيشتغل عليه نوعين من الامبلس، سواء كانت فاسيلتاتوري او انهيبيتوري، يعني حاجه تنشطه وحاجه تثبطه. لما بحقن اللوكال انستيزيا لو اتحقن انترافينوس يبتدي يروح يقلل من الانهيبيتوري امبلس، يعني يبتدي يقللها، حتى لو ما زودش الاكسايتاتوري امبلس هي بالطبيعه هتزيد. ما انا بقلل في الثاني، لو انا افترضت 10 و10 خليتهم 5، هل انا زودت العشرة التانية؟ لا، لكن الافكت بتاعها زاد ولا لا؟ طبعا الافكت بتاعها زاد، مقارنة بان هي عددها زاد عن مين؟ على الانهيبيتوري. طيب تبتدي تزيد كمية اللوكال انستيزيا في البلد ده اكتر، الانهيبيتوري ايه اللي يحصل له؟ يتقفل خالص. مين اللي بالتبعية بيزيد؟ الاكسايتاتوري او الفاسيلتاتوري. يبتدي بعد كده يتكسر اللوكال انستيستك اصلا وما يبقاش فيه، وبالتالي الاكسايتاتور اللي شغال 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 مره واحده هوب اخر يحصل له دروب، لا بقى ده شغال ولا ده شغال. فايه اللي يبتدي يحصل للريسبيراتوري بالذات؟ ما هي بتتلقى الاوردر بتاعها من السي ان اس، يحصل لها ستريس، بالعيان ما ياخدش نفسه ويموت. وصل لكم؟ حلو قوي. تعال بقى نتكلم على الفازو كونستريكتور دراج اللي ممكن يكون موجود في الدنتال كارتريج. طبعا قلنا اهم ميزه يديها للفازو كونستريكتور، خلاص بقى يا جماعه قلل البليدنج، وبعد كده بقول بقى يزود الديوريشن او واتيفر اللي انت بتحكي فيه. طيب الفازو كونستريكتورز، قلنا الفازو كونستريكتورز غالبا بتكون سيمباثو ميميتك او ادرينرجيك دراجز، وطالما بقول سيمباثو ميميتك يعني بتشتغل على الالفا والبيتا ريسبتورز، وممكن تكون كاتيكولامينز ونون كاتيكولامينز، وده ليه علاقة بالكيميكال ستراكتشرز بتاعتها، هل فيها مجموعة أمين ومتصل بها مش عارف كام هيدروكسيد في الرابطة التالتة ولا الرابعة، كلام كده بتاع أورجانيك شوية. يبقى الثيمباسوميتك أو الأدرينيرجيك إما تكون كاتيكولامين وإما تكون نون كاتيكولامين. والكاتيكولامين عند أشهر الأنواع اللي نعرفها واللي موجودة كمان في جسمنا إبنفرين ونور إبنفرين، وحاجة سينسيتك اللي هي الليفونور ديفرين، ضيف بقى على ان في الدوبامين والبروتيرينول. طب النون كاتيكولامين، فينايل ابينفرين، افيدرين، الانفي تامين اللي بيستخدموه برضو في كمنشطات والحاجات دي and so on. وعندي حاجة على جنب كده اسمها فيليبريسين، دي ملهاش علاقة اصلا بالسيمباسوميميتك، لا لها علاقة بكاتيكول ولا نون كاتيكول، لان هي ما بتشتغلش على لا الفا ولا بيتا، دي سموث ماسل كونستريكشن، وبالتالي اي بلاد فيسل ما هو فيه سموث ماسل لما يحصل لها كونتراكشن برضه البلاد فيسل ايه اللي هيحصل له؟ هيحصل له كونتراكشن. طيب تعالوا نتكلم على الكونترا انديكيشنز، الحاجات اللي تخليك ما تديش عيان كربوليت بنج فيها فازو كونستريكشن، وخلونا نفرق ما بين حاجتين. انا عندي حاجه اسمها ريلاتيف كونترا انديكيشن، وعندي حاجه اسمها ابسولوت كونترا انديكيشن. ابسولوت كونترا انديكيشن ما ينفعش، يعني ما ينفعش نهائيا. لغايه دلوقتي مفيش حاجه اسمها ابسولوت كونترا انديكيشن غير في حالات معينه هنتكلم عنها في محاضره عن الدراج دراج انتراكشنز، ايه الحاجات اللي ممكن الانستيك كربوله الانستيزيا سواء كان انستيك دراج او فازو كونستريكتور، لو العيان ده بياخد ادويه تانية يحصل تفاعل ما بينهم ويكون الموضوع فعلا مميت عند بعض الناس، تمام. ففي حالات فيهم ابسولوت كونترا انديكيشن ان انت تدي انستيزيا فيها فازو كونستريكتور، غير كده ريلاتيف كونترا انديكيشن. فلما نقول عيان دايابيتك اتس ريلاتيف كونترا انديكيشن ان انت تدي له فازو كونستريكشن، ليه؟ لانه حرفيا الابينفرين اللي على سبيل المثال احد اشهر الفازو كونستريكتور اللي موجود فيه الدنتال كارتليج
بيعلي من البلاد جلوكوز ليفل. تمام. من اول الحاجات اللي نقدر نقول عليها ريلاتيف كونترا انديكيشن هو مريض الدايابيتك، ده على اساس بان الابينفرين اللي بيكون موجود فيه اللوكال انستيك كاربول بيكاونتر اكت الاكشن اوف الانسولين، يعني بيعلي نسبه البلاد جلوكوز في الدم. لكن برضو الحاجات دي زي ما بنقول ريلاتيف كونترا انديكيتد، اتس نوت ابسولوت، لانه انا بجد اخاف اكتر من الاندوجينس ابينفرين اكتر ما خاف من الاكسوجينس اللي انا حاسبه وحاسب كميته. العيان ده لو خاف او توتر مني او خاف من منظر الدم اللي ممكن يشوفه نتيجه انك ما قللتش كميه الدم بالفازوكونستريكتور، اكشوالي كميه الاندوجينس ادرينالين اللي جواه تكون اضعاف اضعاف كميه الاكسوجينس. ولكن أن تعرف بانه كميه الابينفرين اللي ممكن تزود البلاد جلوكوز ليفل، انت لو قلت انه من 150 ل 200 بيكو جرام، يعني البيكو جرام اللي هو تقريبا 10-12 من الجرام، 150 ل 200 بيكو جرام لكل ملي يزودوه البلاد جلوكوز ليفل، يعني انت بتتكلم في حاجه وهميه اصلا. تمام. كميه الابينفرين اللي هي 0.015 ميلي جرام، اللي هي تقريبا نفس الكمية اللي موجودة في الدنتال كارتليج، انت لو النورمال عادة موجود 0.10، تمام، اللي هي تركيزها كان 1 إلى 100 ألف، انت متخيل ان النسبة دي تعلي لك البلاد جلوكوز ليفل بمعدل 150 بيكو جرام لكل ميلي، يعني انت بتتكلم في رقم لا يذكر يا راجل. اوكي. الحاجة التانية اللي من الريلاتيف رياكشنز برضو، او اسف، من الريلاتيف كونترا انديكيشنز اللي تستخدم فيها الفازوكونستريكتور هي الهايبرتنشن، لانه ببساطه الفازوكونستريكتور دراج ممكن يعلي لك البلاد بريشر، واحنا برضو اتفقنا ان الكلام ده ريلاتيف، اذا كان مريض الكاردياك نفسه نوت ابسولوت كونترا انديكيتد مع الفازوكونستريكتور، وده مش كلامنا، ده كلام الامريكان هارت اسوسيشن اللي كل شويه وكل 5 سنين تطلع بنشرة دورية وتقول لك والله ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش مع مريض القلب بالذات، فمن باب اولى كمان مع مريض البلاد بريشر او هايبرتنشن. كاردياك بيشنت اهو لسه قايلينه. بريجننسي برضو ده ريلاتيف كونترا انديكيشن، على اساس يعني ان الفازو كونستريكشن ممكن يعمل لك نوع من اليوتيراين كونتر اكشن ويدخل العيانه في بريماتيور ليبر ويخليها تولد قبل ميعادها وهي عندك في العياده. ده طبعا حاجات من الحاجات اللي ما اعتقدش انك تحب تشوفها عندك في العياده اطلاقا. اكستراكشن اوف تيس وذ كرونيك بريابيكال سيبسز، على اساس ان الفازو كونستريكشن اللي هيحصل هيقلل البلاد سبلاي للمنطقه اللي رايح لها، وبالتالي لو في بريابيكال ابسز ممكن يعمل لك دراي سوكت وممكن استيومايلايتس، وبرده الكلام ده. هايبرثايرويديزم برده من الحاجات اللي كونترا انديكيتد انك تستخدم معاها الفازو كونستريكتور، على اساس ان الهايبر ثايروديزم بيكون معاه تاكي كارديا، وبالتالي ده ممكن يؤدي لثايرويد كرايسيس وسادن ديث. طيب تعالى برضو نتكلم على شويه ملاحظات على الفازو كونستريكتور دراجز. احنا قلنا اكتر 3 بيستخدموا عندنا في مجال الدنتال فيلد كفازو كونستريكتور دراج، هما الابينفرين والنور ابينفرين والليفونوردفرين، وطبعا ممكن تلاقي فينايل افرين وفيليبريسين، لكن اكتر حاجه الابينفرين كمان والليفونوردفرين اللي هو حاجه سينسيتك، ويمكن اكتر دنتال كارتليج هتلاقي فيها ليفونوردفرين هي اللي موجوده عندنا في مصر. تمام. يمكن بقيه العالم بيستخدم الابينفرين از فازو كونستريكتور. طيب تعال بقى نتكلم كده على الابينفرين وايه اللي ممكن يعمله في جسمي. طبعا الابينفرين بيزود من الفورس اوف كونتراكشن والهارت ريت بتاع الهارت، يعني بيدخل على القلب يزود من الفورس اوف كونتراكشن اللي هي بوزيتيف ايونوتروبيك، ويزود من الهارت ريت او من الريت اوف الكونتراكشن اللي هي الكورونوتروبيك، بيزود ده وبيزود ده. طيب ماذا عن البلاد بريشر؟ ركز بقى في دي. الابينفرين للسيستوليك بلاد بريشر بيعليه على طول الخط بيعليه، انما الدايستوليك بلاد بريشر انيشيالي
انيشيالي بيقلله. طب بعد كده كل ما يزيد الكمية وكل ما يزيد الإفكت يبتدي الدايستوليك بلاد بريشر يعلى. ليه؟ السبب؟ السبب ان الابنفرين مور سنسيتيف للبيتا ريسبتورز عن الالفا ريسبتورز. فهو لو دخل على تيشو في الفا وفي بيتا ينجذب الاول للبيتا اللي هي بدورها بتقلل الدايستوليك بلاد بريشر، تبتدي كميته تزيد، يبتدي يشتغل بقى بعد كده على مين؟ على الالفا، فيبتدي يعلى بعد كده الدايستوليك بلاد بريشر. يبقى انيشيالي هو بيقلل الدايستوليك بلاد بريشر اهو with a small dosage of epinephrine، لان الابينفرين مور سنسيتيف للبيتا 2 ريسبتورز، يبتدي بعد كده يزيد فيعلي لك من الدايستوليك بلاد بريشر. طيب لازم تعرف بان الابينفرين بيعمل فازو كونستريكشن على طول الخط في كل جسمك ما عدا ثلاث حتت، اورطه او كوروناري ارتريز، ده طبيعي يعني، ده اللي هيدي جسمك كله دم، هيضيقه ليه؟ كوروناري ارتري، سكليتال مصل، حضرتك بتلعب كوره ولا بتبذل مجهود محتاج كميه دم تروح للسكليتال مصلز اكتر، وبرونكو دايلاتيشن، ودي مهمه جدا جدا جدا. عشان كده اللايف سيفنج دراج في البرونكوس بازم وفي الازماتيك بيشنت هو الابينفرين. هو مين؟ الابينفرين. الازماتيك بيشنت مشكلته مش عارف ياخد نفسه، برونكوس بازم، صدره قافش عليه، يبقى بديهيا محتاج اديله اللي يوسع صدره يخليه يعرف ياخد نفسه قبل ما اديله اي حاجه تانيه. يبقى اللايف سيفنج دراج في الازماتيك بيشنت والبرونكوس بازم هو مين؟ الابينفرين. ليه بقى؟ ماشي، ما انت لسه قال بيعمل برونكو دايلاتيشن، ازاي؟ الابينفرين ده هو ببساطه الانتاجونست بتاع الهستامين اللي بيفرز في الالرجي. الهستامين ده، تمام؟ الهستامين اهو، الماست سيلز، الهستامين والكورتيكويدز، دول اللي بيعملوا لي برونكو سبازم، الابينفرين بيوقفهم، بيعطلهم، فيدي فرصه انه يعكس تأثير البرونكوس بازم والإديمة. تمام؟ تمام. طيب زي ما اتفقنا بان الابينفرين بيستيميوليت الجلايكوجينولايسز، يعني بيعلي السكر، طبعا بيحصل له ميتابوليزم، بيتكسر في جسمي عن طريق تو انزيمز، الكوميت اللي هو الكاتيكول اوميثايل ترانسفيريز، والماو اللي هو المونو امين اوكسيديز انزيم. تعال بقى نتكلم على شقه، اخوه، ابن عمه، نور ابينفرين. نفس اللي بيعمله الابينفرين هو اللي هيعمله النور ابينفرين، ما عدا شويه حاجات صغيره، والحاجات الصغيره دي، التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتفرق. وهو البني ادم ايه غير شويه تفاصيل صغيره، زي ما قال الراجل اللي احنا مش عارفين اسمه قوي في الفيلم. المهم ما علينا، نرجع مرجعنا نور ابينفرين. النور ابينفرين زيه زي الابينفرين بيعلي الفورس اوف كونتراكشن، يعني بوزيتيف ايونوتروبيك. وات اباوت الهارت ريت؟ لا 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 لا، ده بيقلله. ازاي يعني؟ ازاي النور ابينفرين يقلل الريت اوف كونتراكشن؟ هنا الموضوع ليه علاقه بالفيجال ريفلكس، الريسبتورز اللي في جسمي. فاكرين لما ذكرنا كلمه باروي ريسبتورز وكيمو ريسبتورز في المحاضره اللي اتكلمنا فيها على الهيموريدج والشوك؟ وهي فرصه عشان ترجع تشوف المحاضره دي وتعمل لنا عليها لايك وشير. الفيجر ريفلكس هنا بينشط فيقلل من الهارت ريت. مش بس كده، كنا بنقول بان الابينفرين بيعلي السيستوليك بلاد بريشر، لكنه بيعمل انيشيال ديكريز في الدايستوليك، ولما يزيد كميته يعليها. لا، هنا في النور ابينفرين على طول الخط بيزوده، لانه بيدخل دايركت يشتغل على الالفا ريسبتورز، ودي نقطه مهمه. عشان كده لا يحبذ انك تحقن النور ابينفرين از فازو كونستريكشن في حاجه زي البلاتال انجكشن، بيزود من احتماليه السلافنج
الابيثيليال ديسكواميشن سواء كانت سلافينج او ستيرايل ابسس. ليه؟ لانه هو اصلا بيزود الفازو كونستريكشن وانا الهارت بلت عندي في ادهيرنس في رهيب ما بين الميوكوبريوستيال والبون، فكميه الدم اللي هتقل هتبقى بزياده، فده يؤدي الى الابيثيليال ديسكواميشن اللي قلنا عليها، ويحصل اما سلافينج او ستيرايل ابسس. النور ابينفرين ما ينفعش تستخدمه as a life saving drug في حالة الأزمة. تأثيره كبرونكو دايليتور ضعيف جدا، يكاد لا يذكر، ملوش علاقة بالبرونكو دايليتيشن. كمان الاكسترا فاسكولار انجكشن اوف نور ابينفرين انتو تيشو اهي اللي احنا قلنا عليها يعمل لك ايه؟ نيكروزز وسلافينج ديو تو انتنس الفا ستيميوليشن. تمام؟ طيب تعال بقى نتكلم على الحاجة التالتة اللي كانت موجودة في الدنتال كارتليج وهي الفيكل، وسيلة النقل. والله ممكن تكون سالين سوليوشن وممكن تكون رينجر سوليوشن. اللي يهمني ان لازم السوليوشن ده يكون ايزوتونيك متعادل، لا هايبر ولا هايبو. ليه لا هايبو ولا هايبر يعني؟ خلينا نتكلم كده بالبلدي شوية، هنحكي حدوتة. ايه رأيك لو انت جعان، انت من الصبح خارج في مشاوير ومحاضرات ومذاكرة وشغل عمليات وراجع وراجع هلكان تعبان جدا وهتموت من الجوع، هتموت من الجوع، اول مكان هتقصده لما تخش من باب بيتكم هو مين بالظبط؟ المطبخ. تعال سلم على عمك بنت عمك بنت خالتك، تعال سلم على حبيب، ما فيش، عايز اكل. اول مكان هتقصده هو المطبخ. وبالتالي لو السوليوشن ده كان هايبوتونيك، احنا اتفقنا ده شايل الانسيستيك دراج، اول ما يتحقن في التيشوز هيلاقي من خيرات ربنا حواليه. يقول لك انا جعان، جري، هيهرب في الانترستيشيال فلويدز ويسيب الانسيستيك دراج، وبالتالي مش هيحصل انسيزيا كويس. وطالما هرب للانترستيشيال فلويد هيزود من حجمها، فهيزود البوست اوبرتيف بين. اعكس الكلام فين؟ في الهايبر. واحد هايبر، واحد مجنون، معاك قاعد معاك في السكن زميلك هايبر مجنون، يا ابني عندنا امتحان. امتحان مين؟ انا هجيب زمايلي ونلعب دورة بلاي ستيشن. انت بتهرج اهو. ده اول ما يتحقن في التيشوز حرفيا هيروح منادي الجيران وجيران الجيران، وتعالوا هنا في حفلة عندنا، ويخفف من كمية الأناسيزيا، وبالتالي برضو ما تحصلش أناسيزيا مناسبة، وهيعمل شرينكج في الانترستيشيال تيشوز، وبالتالي هيزود من البوست أوبرتيف بين. يبقى ببساطة الحدوتة دي تسهل عليك انك لو اتسألت او تعرف هو ليه السوليوشن ده ايزوتونيك، ليه مش هايبر، ليه مش هايبو. يبقى قلنا لو هو هايبوتونيك جعان، دايما افتكر الكلمة ده اهو، هيسكيب inside the tissue cells، ولو اسكيب في التيشو سيلز هيزود من حجمها، فهيزود البوست اوبرتيف بين، وده هيقلل من الانسيزيا لانه هيبقى مور فيسكس، مش هيعرف يتحرك. طب لو هايبر، اعكس الموضوع، لو هايبر ها الووتر هتسكيب من الانترستيشال فلويد للانسيزيا اصلا، وده هي الفوليوم اوف الانترسيلولار فلويد هتقل، فيزيد البوست اوبرتيف بين، والانسيزيا بدل ما هتبقى فيسكس هتبقى مور سيرس، هتتخفف بزياده، فتركيزها برضو هيقل، وبالتالي كفاءتها هتقل. طيب بريزرفاتيف، قلنا لو حطينا فازو كونستريكتور انا بحط بريزرفاتيف عشان تمنعه من الاوكسيديشن، وغالبا البريزرفاتيف ده بيكون صوديوم باي سلفايت، وده اكشوالي هو الانجريدنت المسؤول على انه يحصل انافلاكسز عند العيان من الانسيزيا، لانه في جسمك ربنا خلق لك انزيم سلفاتيز بيكسر الصوديوم باي سلفايد ده. لو في ريدكشن في الانزيم ده في جسمك، من هنا يبتدي يحصل للدراج انتر اكشن اليرجي، يبتدي يحصل لك انافلاكسز. تمام كده؟ وهذا مثلا علبة بنجا اهي، وجايب لك شايف المربع ده اهو، كونتين صوديوم ميتا باي سلفايت، اتس ا كونزرفاتيف.
طيب تعالى بقى نبص على أشكال الأنستيزيا المختلفة دي عشان ببساطة أنت تقدر من الليبلز ومن الحاجات اللي مكتوبة على علبة الأنستيزيا أو إيفن إف كربولة الأنستيزيا هتعرف كمية معلومات رهيبة جدا، وتقدر من خلالها تقدر تحسب عدد الكربولات اللي تقدر تديها للعيان في المرة الواحدة. نفترض اديته كربولة لسه موجوعة، اديله واحدة كمان، اديله 10، اديله 20، ما اديلوش، الموضوع مش ماشي كده. فتعال بص كده مبدئيا، مثلا لو خدنا العلبة دي كمثال مكتوب عليها سكاندونست 3% بلين، ده الاسم التجاري سكاندونست، عبارة عن ايه بقى الانسيستيك دراج؟ ميبيفيكين هيدروكلورايد انجكشن 3%، وجنب الكلمة دي USB، وتحتيها بتحتوي على 50 كارتلج مينيمم كونتنت، كل كارتلج فيها تقريبا 1.7 ملي. يعني ايه الكلام ده بقى؟ قلنا كلمة سكاندونست 3% بلين ده الاسم التجاري، 3% ده تركيز وهنعرف يعني ايه، وبلين يعني ما فيهاش فازو كونستريكتور. طب ايه هو الانسيستيك دراج؟ من عايز اعرفه قال لك اهو ميبيفيكين، يبقى ميبيفيكين ده ترجمته ده الانسيستيك دراج. ارجوك بقى صحصح معايا كده في الجزء اللي جاي، وياريت كده فنجان القهوة او مج النسكافيه الجميل بتاعك وطقطق مخك عشان الموضوع اللي جاي ده مهم. الميبيفيكين ده الانسيستيك دراج. طب هيدروكلورايد انجكشن ده الفيكل. طب ليه أسيدك مش ألكالين؟ ليه الفيكل محلول الملح اللي هيشيله ده إن أسيدك؟ ده ببساطة بيزود الووتر سوليوبيليتي وبيزود من الاستابيليتي بتاعة الأنسيستيك دراج. حلو؟ يعني إيه كلمة USB؟ قلنا بقى United States Pharmacopoeia اللي هو قانون حماية الأدوية الأمريكي. حلو؟ 3% يعني إيه؟ خلينا نتفق يا دكتور ويا دكتورة بإن إحنا قلنا كلمة standardized يعني لغة موحدة وثابتة على جميع مستوى العالم. 3% دي معناها 3 جرام من الميبيفيكين اتحطت على 100 ملي من السوليوشن. نترجم بقى، 3 جرام اتحطت على 100 ملي من السوليوشن، يعني لو حبيت أفك الجرام لملي جرام بالظبط 3000 ميلي جرام لكل 100 ميلي، وكأن الميلي الواحد فيه كام؟ اكسلنت، 30 ميلي جرام في الميلي الواحد. طب هو انا الكربولة عندي فيها ميلي؟ قال لي تحت اهو الكربولة بتاعتك دي 1.7، دي انت الكارتلج ممكن تكون 1 ميلي او 1.5 او 1.7 او غالبا وده اللي موجود كتير في السوق 1.8 وممكن تكون 2.2 ملي. شايف؟ فيبقى 3% معناها 30 ملي جرام في الملي، يعني كأن الدنتال كارتليج 1.7 فيها كام؟ يبقى 30 في 1.7 بالكالكوليتر، واحسب بقى. تعال نشوف مثال تاني، لينجو اسبان ده الاسم التجاري، ليدوكين هيدروكلورايد 2% اهو، يبقى الانسيستيك دراج ليدوكين هيدروكلورايد اتز ا فيكل، 2% يعني ايه؟ 2 جرام لكل 100 ملي، يعني 2000 ملي جرام في ال 100 ملي، يعني 20 ملي جرام في الملي. طب الكربوله كام؟ شايف تحت معلم لك عليها 2.2، يعني لو قلنا دي 20 ملي جرام هنا هتضربها في 2.2 عشان يطلع لك الكربولة كلها فيها كام ملي جرام من الليدوكين. ضيف بقى قال لك تحتيها اند ادرينالين او ابنفرين انجكشن بنسبة 1 إلى 80 ألف. يعني ايه 1 لـ80 ألف؟ ما احنا فهمنا اللعبة بقى، 1 جرام في 80 ألف ملي من السوليوشن، يعني 1000 ملي جرام في 80 ألف، يعني 1 ملي جرام في 80 ملي، يعني 0.01 واحد من 100 ملي جرام في 8 ملي من السوليوشن،
يعني 0.01 زي ما قلنا في 0.8 ملي من السوليوشن. يبقى الكربولة الاثنين واتنين من عشرة ملي فيها قد ايه؟ فاكرين بقى لما كنا بنقول حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى 0.1 في ال 0.8 كام في الاثنين واتنين من عشرة؟ يبقى 0.01 في 2.2 من عشرة على 0.8 يطلع لك كمية الإبنفرين اللي موجودة فين؟ في الدينتال كارتليج. الكلام ده مهم جدا. شايف؟ الغاز بيديك الغاز وانت تترجم، هو يعني حاطط في دماغه انك فاهم، واحنا فاهمين. ايوه احنا فاهمين. تعال نبص على حاجة زي كده، ماركين. قال لك الماركين 0.5% ده الاسم التجاري ماركين، ويز ابينفرين الفازو كونستريكتور ابينفرين كام؟ 1 لـ200,000. وراح جاي تحت قايل لك ده بوبي فيكين هيدروكلورايد، يبقى اذا الانسيستيك دراج هو مين؟ بوبي فيكين. و 0.5 معناها بالظبط 0.5 جرام لكل 100 ملي. هنا بقى لو حبيت اترجم يبقى 500 ملي جرام في ال 100 ملي، يعني 5 ملي جرام في الملي. يبقى هتضرب 5 ملي جرام في 1.8، لو افترضنا بان الكربولة دي فيها ايه 1.8 اهي، قايل لك 1.8 اهي. وابنفرين 1 لـ200,000 يعني ايه؟ يعني 1 جرام لـ200,000 ملي، يعني 1 ملي جرام في ال 200 ملي، مش كده ولا ايه؟ يبقى 0.01 لكل 2 ملي. وتحسب بقى يبقى في كام في ال 1.8؟ يبقى 1.8 في 0.01 على 2، وتشوف الايه كميه الابنفرين اللي هتطلع لك. And so on. نفس الكلام هنا في الليدوكين، سواء كان ويز ابنفرين او without ابنفرين، تمام. وادا السيتانيست اللي هي 4% ابريلوكين مع الابنفرين، قلنا 4% يعني ايه؟ ده الانسيستيك دراج 40 ملي جرام في الملي الواحد. حلو الكلام ده، برضو هتيجي تلاقيه مكتوب فين؟ على الكربولة نفسها. مش بس كده، ده في بعض الدول زي اليونايتد ستيتس بيخلوا كمان الكربولات كودد، كولر كودد، يعني كل انسيستيك دراج، ما احنا اتفقنا بان هم بره تقريبا الفازو كونستريكتور واحد اللي هو الابنفرين، ما بيستخدموش غيره. فالاختلاف هيكون في الانسيستيك دراج، ارتيكين بقى، ليدوكين، بوبيفيكين، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ايميبيفيكين، واتيفر. فيخلوا الموضوع كولر كودد، والله الذهبي يبقى ارتيكين، الاخضر يبقى ليدوكين، اند سو اون. الكلام ده مش موجود قوي عندنا، مش فارق معانا. انا يفرق معايا مين؟ اللي مكتوب على الكربوله. بص هتلاقي الكربوله يا اما مكتوب عليها ليدوكين اتش سي ال 2% اند ابنفرين 1 إلى 100,000 انجكشن. اهي نطلع بايه بالمعلومه دي؟ الليدوكين الانسيستيك دراج تركيزه 2% يعني 20 ملي جرام في الملي. ابنفرين ده الفازو كونستريكتور تركيزه 1 لـ100,000 يعني 1 ملي جرام في ال 100 ملي من السوليوشن، يعني 0.01 في الملي الواحد. يبقى لو محتاج اعرف كميته قد ايه في الكربوله سواء كان الليدوكين او الابنفرين هتضرب فين؟ في 1.8. يبقى ال 20 في 1.8 يطلع لك تقريبا 36. يبقى الكربوله دي فيها ليدوكين 36 ملي جرام، والكربونه دي فيها ابنفرين تقريبا 0.80 ملي جرام، تمام. اند سو اون. اهو هذا مثلا ابنفرين 1 إلى 50,000، هذا مثلا بوبي فيكين 0.5 معناها 9، هو سهل عليك قال لك 9 ملي جرام دي موجوده في الكربوله كلها. ليه؟ ازاي جت منين؟ ما احنا لو قلنا 0.5 معناها 0.5 جرام في ال 100 ملي، يعني 500 ملي جرام في ال 100 ملي، يعني 5 ملي جرام في الملي، اضربهم في 1.8 يطلع لك 9، مش كده ولا ايه؟ والابنفرين 1 لـ200,000، عرفنا بقى اللعبه دي، عرفنا يعني ايه 1 لـ200,000. خلاص تعالى بقى نعرف احسب ازاي عدد الكربولات اللي اديها للعيان. ما انا كده عرفت افهم الداتا اللي على الكربوله. الاول كده نقول بان عشان تحسب اي دواء بتديه في جسم العيان لازم تعرف الاول بناء على الابحاث والدراسات اللي اتعملت
من زمايلك الصيادلة أو المختصين بتقول نسبة الدواء ده ينفع يتاخد بنسبة قد إيه لكل ملي أو لكل كيلو جرام، صح؟ يعني إيه الكلام ده؟ خلينا نشرح ببساطة أكتر. والله مثلا أنا هديك مضاد حيوي 1 جرام، ينفع تاخد أقصى حاجة مثلا 2 جرام في اليوم. بناء على إيه؟ بناء على الدراسات والأبحاث اللي عملوها، واكتشفوا أن أكتر كمية تقدر تستحملها الجسم هي مثلا 5 ميلي جرام لكل كيلو جرام. يبقى بناء على كتلة العيان اللي هي وزنه، لو العيان ده وزنه مثلا 60 كيلو، يبقى والله ده 5 ميلي جرام لكل كيلو، يبقى 5 × 60، العيان ده يقدر ياخد لغاية 300 ميلي جرام من الدواء ده. يبقى ده لا كلامي ولا كلامك، ده كلام الريسيرشز. هي نفس القصة، الانسيستيك دراج إذ أدراج والفازو كونستريكتور دراج إذ أدراج ليه برضو دوزج تتحسب. فبناء على الأبحاث والريسيرشز اللي عملوها جم قالوا لك والله أنا عندك في السوق مثلا أشهر أدوية موجودة في السوق هي الليدوكين، الأرتيكين، الميبيفيكين، بريلوكين، البوبيفيكين، دول يمكن أكتر 5 انسيستيك دراج موجودة على مستوى العالم، وأكتر فازو كونستريكتور بتستخدم على مستوى العالم برضو هي الإبنفرين والليفونوردفرين. يعني النور إبنفرين والفينايل إفرين والفيليبريسين تكاد مش تكون موجودة أصلا في السوق، تمام؟ فلو جينا مسكنا مثلا أهو how to calculate the maximum dosage أو الماكسيمم كارتليج للعيان يقدر ياخدها في single visit، هنا بقى يفرق انك تكون دكتور وفاهم وانك تكون زي حزلقوم بالبركة عك وربك يفك. لا طبعا الموضوع مش كده، الموضوع scientifically. بناء على الريسيرشز اللي اتعملت جم قالوا لك والله انا عندي الـ5 انسيستيك دراج اللي موجودة في السوق اهو زي ما هو باين قدامنا، ليدوكين وارتيكين وميبيفيكين وبريلوكين وبوبيفيكين، دول اكتر 5 انسيستيك دراج في السوق. الليدوكين هتلاقي لازم دايما يكتب لك الانسيستيك دراج، لازم يكتب لك التركيز 2%. نفهم بقى الاول يعني ايه 2%، يعني ايه 4%، يعني ايه 6%، whatever، يعني ايه 7%. قلنا دي لغة حوار موحدة، معناها 2 جرام في 100 ملي من السوليوشن، يعني 2000 ملي جرام في 100 ملي، يعني الملي الواحد في 20 ملي جرام. الكربولة بقى اللي في ايدك دي فيها 1.8، فيها 2.2، فيها 1.5، فيها 1، whatever. انا عرفت بان 2% معناها 20 ملي جرام في الملي. لو الكربولة اللي في ايدي 1.8 هضرب العشرين في 1.8. جميل، يبقى انا كده عرفت مقدار الليدوكين اللي فين في الكربولة. فاضل اعرف ايه اقصى كمية يقدر ياخدها العيان من الليدوكين في المرة الواحدة. حلو، قلنا ده متوقف على مين؟ على وزنك انت كعيان، وزن العيان اللي قدامي. ومن هنا تفهم ضرورة واهمية ان يكون عندك في الدنتال كلينيك ايه بالظبط؟ ميزان. انت متخيل ان انت قبل ما تدي للعيان انستيزيا متخيل كده هتقول له تعالى موزنك؟ طبعا هو مش فاهم، وده ممكن يسبب لك مشاكل كتير وخصوصا في مجتمعاتنا الشرقية. هتوزني ليه ان شاء الله خير؟ يعني انا ادخن من مين ولا اكبر من مين؟ واعتبر بقى يعني انت ونصيبك بقى في التعامل مع الحالات اللي زي كده. محتاج توزن؟ طبعا. ليه؟ زمايلنا قالوا لنا والله الليدوكين والارتيكين 4%، الاثنين تقريبا جرعتهم واحده بالملي جرام لكل كيلو جرام. احنا متفقين قبل ما نكمل، ارتيكين 4% يعني 40 ملي جرام لكل ملي، يعني كأن الدنتال كارتليج اللي فيها ارتيكين لو 1.8 يبقى 40 × 1.8. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يقول لك بقى والله جرعة الليدوكين او الارتيكين ممكن تتحسب بالملي جرام للكيلو جرام، ودي زي معظم مجتمعاتنا الشرقية بتوزن بالكيلو جرام، وفي امريكا بيوزنوا بالباوند، فهم سهلوا عليك. قال لك والله لو حسبت بالكيلو جرام يبقى 7 ملي جرام لكل كيلو جرام، ولو بالباوند 3.2 ملي جرام لكل باوند. يا سيدو بكتب الحاجات دي لو انت هتنساها في ورقة وحطها تحت كده عندك على المكتب
وخليك ذكي وناصح، اول ما تنسى اعمل نفسك كانك بتقرا في حاجه قدامك، خليك لماح. تركات بنعلمها لك اهي خلاص. لكن الموضوع برضو ليه ليميت. يعني ايه؟ نفترض انا جالي عيان وزنه 50 كيلو، خلاص لو انا هدي له لوديكين اقول والله العيان ده يقدر ياخد 7 ملي جرام في الكيلو، يعني 7 في 50 ب 350 ملي جرام. جالك عيان 150 كيلو او 200 كيلو، هتقول 7 في 200 ب 1400 ملي جرام وادي له؟ لا، الموضوع مش كده. انت ليك سقف ما ينفعش تعديه، العب تحت السقف براحتك. يعني الافضل كمان ما توصلش للسقف. طب وصلت له ما ينفعش تعدي تحت اي حال من الاحوال. وبالتالي فعند حاجة اسمها maximum recommended dosage، الدواء اللي قدامي ده الليدوكين ده ما ينفعش ادي اكتر من 500 ميلي جرام بغض النظر عن وزن العيان. يعني بافتراض مثلا انا جاني عيان وزنه 200 كيلو، هتضرب ال 200 في 7 يطلع ب 1400، فاكس ال 1400، هتلعب على مين؟ 500 ملي جرام. طب لو عيان 50 كيلو، اه والله كده اداني 350، قشطه العب على 350. يبقى لما قارن الرقم اللي هعمله او اللي هطلع بيه بالماكسيمم ريكومندد دوزج، لو لقيته اقل قشطه، طب لو اكبر فاكس واشتغل على الماكسيمم ريكومندد دوزج. النقطه دي مهمه. الماكسيمم ريكومندد دوزج للليدوكين 500 ملي جرام، ومجازا هنمشي معاه الارتيكين على اساس انه او على اعتبار انه نفس الايه الدوزج، وان كان لغايه دلوقتي في الموست ريسنت ريسيرشز مش محددين ماكسيمم ريكومندد دوزج للارتيكين، لكن مجازا هتمشيه زيه زي الليدوكين. طب تعالى بقى بعد كده نبص على الميبيفيكين. الميبيفيكين ممكن يكون تركيزه 2% او 3%، هيكتب لك برضو على الكربولة ولا يفرق معانا. عرفنا يعني ايه 2%؟ 20 ملي جرام لكل ملي. عرفنا يعني ايه 3%؟ 30 ملي جرام في الملي. خلاص، وهضرب في الكربولة فيها كم ملي؟ 1.8 ولا 2.2 ولا 1.7 ولا واتيفر. طيب جرعة الميبيفيكين كام؟ كانت بالكيلو جرام 6.6 ملي جرام لكل كيلو جرام، والماكسيمم ريكومندد دوزج 400، يعني ما ينفعش تدي العيان اكتر من كام؟ من 400. وبالنسبه للبريلوكين 4% عرفنا يعني ايه، قلنا برضو كانت الدوزج بتاعته 8 ملي جرام في الكيلو والماكسيمم 600، والبوبوفيكين 2 ملي جرام في الكيلو والماكسيمم 90. تيجي بقى ندي مثال كده وبالراحه، لو جيت قلت لك كام كربوله تقدر تديها للعيان في السنجل فيزيت من الليدوكين 2% والعيان ده مثلا وزنه 50 كيلو. ورقة وقلم كده بالظبط كده، ورقة وقلم حضرتك، ورقة وقلم حضرتك، معلش هنتعب سيادتك، قوم من على الترابيزة لدقايق، هات ورقة وقلم وتعالى كده بالكالكوليتور بتاعتك. ها جبت؟ اخلص يلا قوم هات. طيب نكتب بقى مع بعض، عيان وزنه 50 كيلو جرام، اكسلم، كم كربولة تقدر تديها له من الليدوكين 2%؟ يبقى أنا كده عندي معطيين، 50 كيلو جرام، ليدوكين 2%. مبدئيا الليدوكين ايه الجرعة اللي يقدر ياخدها العيان اللي وزنه 50 ملي جرام او اسف 50 كيلو جرام من الليدوكين؟ نرجع للأرقام، الليدوكين كانت جرعته 7 ملي جرام لكل كيلو جرام، العيان ده وزنه 50، يبقى 7 في 50 يطلع 350 ملي جرام. قبل ما تسيب الرقم ده هتروح تقارنه بمين؟ برافو عليك، بالماكسيمم ريكومندد دوزج. كان 500، ال 350 اقل من ال 500 ولا لا؟ اقل، اشتغل عليه. فواحد يجي يتذكي يقول لك طب انا من البدايه ما اشتغل على 500 ملي جرام ورايح دماغي. يا حبيبي كل ما كميه الدواء اللي داخله جسم البني ادم تقل وهتديني الاثر اللي انا عايزه ده افضل. ما هي في الاول وفي الاخر كيميكال توكسنز داخله جسمي، يبقى لازم تقارن. اقل قشطه اشتغل عليه، اكتر ولا لك علاقه بيه، وتشتغل على مين؟ على ام ار دي، ماكسيمم ريكومندد دوزج. خلاص نرجع لمسالتنا، قلنا العيان اللي وزنه 50 كيلو ده يقدر ياخد 350 ملي جرام من الليدوكين اللي هم كام كربولة؟
نرجع بقى هنا لتركيز الكربولة. انا قلت لك ليدوكين 2%، يعني ايه 2%؟ ايوان كده 20 ميلي جرام في الميلي. طب الكربولة اللي عندي كام ميلي؟ احنا قلنا ان جنرال الكربولة تقريبا 1.8، يبقى 20 ميلي جرام في 1.8 تطلع 36 ميلي جرام من الليدوكين. يبقى كده انا عرفت ان الكربولة دي فيها 36 ميلي جرام، وعرفت ان الجرعة اللي يقدر ياخدها العيان 350. فضل اعرف ايه عدد الكربولات، اقسم ال 350 على مين؟ على 36، وقول لي الناتج يلا في الكالكوليتر. برافو عليك. تمام؟ يبقى ده اول حاجة اهي. هاو ميني كربولز اد عيان مثلا المثال 70 كيلو من الزيلوكين اللي هو الليدوكين 2%، يبقى قلنا الليدوكين 7 ميلي جرام للكيلو، هتضرب 7 في 70 ب 490، تقارنها بالام ار دي اقل اكسلنت تشتغل عليها. الكربول الواحدة من الليدوكين 2% 2 في 10، يعني 20 ميلي جرام في الميلي في 1.8 تطلع 36، وبعد كده تقسم الدوزج اللي طلعت لك 490 على 36 يطلع لك عدد الكربولات. تمام؟ تمام جدا. وادي بقية الأمثلة من خلال المحاضرة تقدر تشتغل عليها. طب تعالى بقى بعد كده لو اديتك مثال أصعب شوية. إيه رأيك؟ قلت لك كم عدد كربولات مثلا المثال اللي قدامنا ده، كم عدد كربولات الأرتيكين اللي يقدر ياخدها عيان وزنه 70 كيلو؟ كم عدد كربولات الأرتيكين 4% اللي يقدر ياخدها عيان وزنه 70 كيلو؟ بس خد بالك العيان ده انا اوريدي اديته كربولة من الميبيفيكين 3%. يبقى في ورقتك وقلمك هتكتب 3 معطيات. العيان ده وزنه 70 كيلو، بالفعل خد كربولة ميبيفيكين 3%، وعايز اعرف عدد الكربولات اللي اقدر اكملهم من الارتيكين 4%. بالراحة بقى، انا هنا عندي كام اناثيستيك دراج؟ 2، ارتيكين وميبيفيكين. خلينا نتفق بان الاثنين في الاول وفي الاخر بيؤدوا نفس الوظيفه ولا لا؟ مش هما الاثنين لوكال اناثيستيك دراج؟ يعني ده هيخدر وده هيخدر. طالما الاثنين هيؤدوا نفس الوظيفه، يبقى ايه رايك اقل جرعه هتديني بوتنت لوكال اناستيزيا؟ اتس اوكي من الاثنين بغض النظر اسمهم ايه. يبقى انت هنا محتاج تحسب اقصى جرعه يقدر ياخدها العيان من الميبيفيكين والارتيكين، وتقارن الرقمين ببعض وتاخد مين بالظبط؟ الرقم الاصغر. الاثنين في الاول وفي الاخر اناسيستيك دراج. يبقى في الاول كده هتقول والله الدوزج في الارتيكين اللي يقدر ياخدها العيان 7 ملي جرام، خلاص بقى ما احنا اتفقنا جرعته زي الليدوكين، في ها ال 7 ملي جرام وزنه كام؟ 70، 7 في 70. طب والميبيفيكين كان 6.6 ملي جرام لكل كيلو، يبقى 6.6 ملي جرام في ال 70. طلع لك ال 70 كيلو جرام مره ضربتهم في الارتيكين اللي هي 7، 7 في 70 ب 490. اقل دي من الماكسيمم ريكومندد دوزج بتاعت الارتيكين ولا لا؟ اقل، يعني تمشي معايا. طب ومع الميبيفيكين هيطلع لك برضو رقم اقل من 400 ميلي جرام، يمشي معايا، اخد الهون، اخد الاقل. حلو، حلو الكلام. يبقى التوتال دوزج اللي هيقدر ياخدها العيان من اللوكال انيسيستيك دراج هي 400 ميلي جرام. طب هو اوريدي خد كام من ال 400 ملي جرام؟ خد كربولة ميبيفيكين تركيزها 3%، يعني كام؟ 3% يعني 30 في 1.8، يعني هو خد من ال 454، متبقي معايا 346. هتيجي تروح قاسمها على الارتيكين اللي في الكربولة، 4% معناها ان الكربولة الواحدة عندي فيها 72 ملي جرام من مين؟ من الارتيكين، وتقسم 346 على 72 يطلع لك ان انت ممكن تديله بعد كربولة الميبيفيكين لغاية 4 كربولات و8، يعني تقريبا 5 كربولات من مين؟ من الارتيكين.
طب انا هنا يا عزيز الفاضل لو حضرتك لاحظت، ويا دكتورة الفاضلة لو حضرتك لاحظتي، عمال اتكلم في الامثلة على اللوكال انستيك دراج او البلين انستيزيا، ما جبت سيرة الفازو كونستريكتور. الله، هي الانستيزيا اللي انا هستخدمها هتبقى كلها وزود فازو كونستريكتور؟ بالعكس، ده انا معظم الانستيزيا اللي هستخدمها عندي هتكون ويز فازو كونستريكتور. هو مش ده دراج برضو؟ يعني محتاج احسب جرعته برضو وعدد الكربولات اللي اقدر اديها للعيان؟ طبعا. بس هنا تأثير الفازو كونستريكتور هيكون اكتر على انه مريض. بالظبط كده، مريض القلب، لان الفازو كونستريكتور تأثيرها الكبير هيكون على مين؟ على الهارت. وهنا نرجع للامريكان هارت اسوسيشن اللي قاعدة وكل دورها في الدنيا ان هي تبحث وتريسيرش اي حاجة ريليتد لمين؟ لمريض القلب. فيقول لك والله لو افترضنا، او مش افترضنا، بانه لغايه دلوقتي اقصى كميه، احنا اتفقنا بان الفازو كونستريكتور دراجز اللي موجوده في السوق اكتر نوعين هما مين؟ ابنفرين وليفونوردفرين. وان كانت هي ذكرت لك الابنفرين والنور ابنفرين والفينايل افرين والفليبريسين والليفونوردفرين اند سو اون، احنا هنركز اكتر على مين؟ ابنفرين وليفونوردفرين. قالت لك اقصى كميه يقدر يتحملها النورمال بيشنت، وهنا اللي انا اقصده بكلمه نورمال بيشنت انه نون كاردياك، ممكن يكون دايابيتك، ممكن يكون هيباتك، ممكن يكون واتيفر، المهم انه مش كاردياك. اقصى كميه يقدر يتحملها العيان ده من الابينفرين مثلا 0.2 ملي جرام، 2/10 ملي جرام. وده يبين لك مدى خطوره الابينفرين على القلب. شوف انا بقول لك النورمال اللي هو قلبه حديد يقدر يتحمل في المرة الواحدة 0.2 ميلي جرام، مش حتى مكمل النص ميلي جرام، 0.2 ميلي جرام من الابنفرين. طب امال الكاردياك بيشنت يقدر يتحمل خمس الجرعة دي؟ يعني كأنك بتقسم ال 0.2 على 5 تطلع 0.04 ميلي جرام. يا لهوي، شفت قد ايه الابنفرين غبي غشيم ما بيتفهمش؟ الكاردياك بيشنت يقدر يتحمل جاست 0.04 ميلي جرام من الابنفرين، دي الاقصى دوزج يقدر يتحملها في المره الواحده. طب الليفونوردفرين حنين شويه وبالتالي الجرعه هتزيد، فيقول لك اقصى كميه يقدر يتحملها البني ادم النون كاردياك من الليفونوردفرين هي 1 ميلي جرام. امال الكاردياك ايه؟ اسمع على 5، 0.2 ميلي جرام. يبقى انا كده مبدئيا عرفت اقصى جرعه يقدر يتحملها البني ادم اللي قدامي سواء كان نون كاردياك او كاردياك، وده اللي فارق معايا. فاضل اعرف الكربوله فيها كام من الابنفرين، كام من الليفونوردفرين، وده اللي احنا قلناه بقى في البدايه. هيكتب لك 1 إلى 100 ألف، 1 إلى 70 ألف، 1 إلى 300 ألف، whatever. احنا فهمنا يعني ايه 1 إلى 200 ألف. ستاندرد بقى 1 جرام ل 200 ألف ملي، يعني 1000 ملي جرام ل 200 ألف ملي، يعني 1 ملي جرام في ال 200 ملي، يعني 0.0 ملي جرام في ال 2 ملي، ما انت بترسم على 100، يبقى ال 1.8 فيها كام؟ 0.0 ملي جرام في 1.8 على 2 يطلع لك كام ملي جرام من الابنفرين في الكربوله دي؟ نفس الكلام لو قال لك ليفونوردفرين 1 لـ20 ألف، معناها 1 جرام لـ20 ألف ملي، يعني 1000 ملي جرام لـ20 ألف ملي، يعني 1 ملي جرام لـ20 ملي، صح؟ يعني 0.01 ملي جرام في 0.2 ملي، يعني اضرب ال 0.01 في 1.8 على 0.2 يطلع لي كمية الليفونوردفرين اللي في الكربولة. الكلام خلاص بقى اتفهم. عشان كده لو جيت اديتك مثال وقلت لك طب والله كم كربوله يقدر ياخدها العيان من مثلا كاردياك بيشنت، او كاردياك بيشنت كربوله ليدوكين 2% و1 الى 80 ألف من الابنفرين، خلاص عادي جدا هتتعامل على المعطيين. مره هتحسب على الليدوكين 2% وتقول والله انا العيان ده عندي هنا معطيين للعيان، وزنه وانه كاردياك 65 كيلو جرام، معناها ان انا هقول 65 كيلو جرام في السبعة
اللي هي 7 ملي جرام لكل كيلو جرام، دي كانت جرعة الليدوكين. 65 في 7 يطلع أقصى جرعة من الليدوكين يقدر ياخدها العيان. أقارنها بمين؟ بالماكسيمم ريكومندد دوزج. أكتر ولا أقل؟ أهو لا كانت أقل، قشطة أشتغل عليها. 455 ملي جرام. طب كربولة الليدوكين كان فيها كام؟ ليدوكين 2% معناها 20 ملي جرام في الواحد ملي، يعني 20 في 1.8 يبقى 36 ملي جرام. واقسم ال 455 على 36 يطلع العيان ده يقدر ياخد لغاية 12.5 كربولة. طب ده ليه كنا بنمين؟ 12.5 كربولة فيها ليدوكين. طب وطباوت الإبنافرة. هنا العيان قال لي ايه؟ كاردياك. اقصى جرعة من الإبنفرين يقدر ياخدها العيان الكاردياك كانت كام؟ اكسلنت 0.04. طب الكربولة اللي في ايدي دي تركيزها 1 لـ80 ألف فيها كام من الإبنفرين؟ قلنا 1 إلى 80 ألف معناها 1000 ميلي جرام في 80 ألف ميلي، يعني 1 ميلي جرام في 80 ميلي، يعني 0.0 ميلي جرام في 0.8 من الميلي، يعني كأن الكربولة 1.8 معناها 0.01 في 1.8 على 0.8، يطلع ان الكربولة فيها تقريبا 23 من 1000 ميلي جرام من الإبنفرين. اجي في النهاية اقول ان اقصى جرعة يقدر ياخدها العيان الكاردياك 0.04 على 23 من 1000 يطلع 1.7 من الكربولات، يقدر ياخد 1.7 كربولة فيها إبنفرين. قال لا، هو هياخد 12.5 كربولة ولا هياخد 1.7 كربولة؟ بالظبط كده، انت كده فاهم وبقيت 100 100. بالظبط انا اقدر اديله 1.7 كربولة ليدوكين فيها إبنفرين بتركيز 1 لـ80 ألف، وكمل لغاية 12.5 كربولة من الليدوكين ما فيهاش فازو كونستريكتور أصلا. يا سلام، الله عليك يا ابن والله، شفت اهي بالظبط، أحسنت يا ابن والله. يبقى تقدر تديله 1.7 كربولة فيها إبنفرين، ده اللي يقدر يستحمله قلبه من الإبنفرين، ويقدر يستحمل لغاية 12.5 كربولة ما فيهاش إبنفرين. تمام؟ محاضرة النهاردة قد تبدو دسمة شوية، لكن حقيقة هتفرق معاك في ان ايه، ببساطة هتعمل منك دكتور. انا قادر احسب الدوزج بتاعتي، الموضوع مش بالبركة مش بالويم. تمام كده؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الثاني من محاضرة النهاردة. طبعا اتمنى ان حضراتكم تكونوا قدرتوا تستفيدوا منها يا رب، ولو عجبتكم المحاضرة ارجوكم ما تبخلوش علينا باللايكات والشير، ولو انت لسه جديد معنا في القناة فارجوك حالا تنزل تعمل سبسكرايب للقناة وتدعمنا بتفعيل جرس التنبيهات علشان يوصل لك كل جديد مننا. مرة تانية بشكر حضراتكم، أشوفكم على خير، مع السلامة.